اوكي يلا. دونك قلنا غادي نهضروا على لي نوم ريال، كتعرفوا بزاف ديجا خدمتوا بلي نوم ريال، غير غادي نحاولوا نديروا واحد لا ريكونستركسيون دابا اللي هي ماتيماتيك ديال هاد لي نوم ريال. دونك نتوما عرفتوا اللي عرفتوا، اللي بغا يدوي كيزيد دي عاد كنعطيه انا لوتوريزاسيون باش يدوي. سي بون. دونك اللي بغا يوقف شي حاجه كيهز واحد اللعيبه ديالو بلا ما وانا نعطيه لوتوريزاسيون. داكور اوكي. دونك كما قلت لكم هاد لي نوم ريال انتوما ديجا كتعرفوا ديجا خدمتوا بهم، مي في هاد لوكور هذا غادي نحاولوا نديروا غادي نبنيو هاد لي نوم ريال، يعني غادي نشوفوا شنو هما لي بروبريتي اللي خصهم يفيريفيو هاد لونسوم دي نوم ريال، وغادي نبروشي على تو لي زونسوم. اوكي دونك ديجا كتعرفوا، دونك غادي نعطيكم غير واحد لي زيدي اللي خصني نخرج بهم من هاد الكور هذا. دونك خصني نعرف ندير اون ريكونستركسيون، دونك غادي نشوفوا une reconstruction يعني غادي نشوفوا البناء الرياضي reconstruction solide ديال لي نوم ريال. اوكي هاد لا reconstruction غادي تسمح لنا باش نيتيدي لي سويت. دونك هاد لا reconstruction غادي تديني ليتود دي سويت ou bien sûr leur limite. On va voir la limite des suites. Donc, c'est la partie tienne du cours. Donc, les suites, nous avons la moubachira. Où est-ce que c'est Mohamed? Donc, nous avons d'accord. Ou bien sûr, une fois qu'on étudie les suites, on va voir deux à l'étude ديال لي فونكسيون. اوكي دونك نورمالمون هذه هي لا ستركتور لوجيك ديال هذا الكور هذا ديال الاناليز. اوكي دي فونكسيون بيان سور غادي نهضروا على لي فونكسيون كونتينو اي لي فونكسيون غادي نشوفوا شنو هما لي فونكسيون ديريفا. اوكي دونك لو كور ديال الاناليز كما قلت لكم غادي نحاول نتخيل راسي راني في القرن ما نعرف 19 ولا 18 لافان ديال القرن 18 وكنحاول نبني الرياضيات، خصني نتعامل مع الاعداد بحال دي زوبجي اللي هما كما كنقول عندهم واحد الروح كبير في واحد لي غولاسيون. دونك غادي نديفيني بزاف ديال الحويجات. سي بون. دونك نبداو لا ديفينيسيون، ما غاديش ندوز الان كتعرفوا شنو هي ان كتعرفوا شنو هي زد. دونك كنمشي نيشان لونسومبل ديال كيو. دونك ندير واحد لا بتيت ديفينيسيون. Donc, nous avons l'ensemble Q, l'ensemble des nombres rationnels. Donc, il y a tous les nombres qui sont exclus. Donc, il y a le point de départ de la courbe. OK? Tel que T appartient à Z, yeah? Et Q appartient à N étoile. OK? Donc, il y a les nombres, les nombres rationnels. واسع ومع بروغرام جينيرال في لي زين ساكامي والدراري اللي كيدخلوا معطلين حاولوا المره الجايه تقدروا تدخلوا في الوقيته باش هكا حيت عندي دو زيكرون خصني اشاك فوا نرجع ليكرون الثاني باش ناجوتي. داكو دونك اكزامبل ديال هاد لي نومبر كي. دونك غادي نتبازا على كي باش نكونستروي ار. داكو دونك اول حاجه شنو هما لي نومبر راسيونيل. دونك عطاوني دي زيكزامبل. دونك غادي الكور غادي يكون بحال ان كور ديال الفيزيك يعني غادي يكون عامر دي زيكزامبل باش هكا حيت اغلبيه على ما لاحظت كلشي لقى مشكل في هاد الاناليز في الديبار ديال الاناليز. داكور دونك غادي نعمر شويه بزيكزامبل وغادي نبسط المفاهيم حتى كما كنديرو في فيزيك وصافي. اوكي يلا دونك الا خديتي مثلا 2 سور 5 موان 7 سور 10 دونك هادو كاملين دي غولاسيون اللي كينتمي لهاد المجموع يعني كتكتبو على شكل بي سور كي. اوكي دونك 7 سور 10 ان دومي اكسيتيرا اكسيتيرا. سي بون. دونك كاينه هاد ليكريتور هادي كاينه واحد ليكريتور اللي كتسمى ليكريتور ديسيمال اللي هي كتكتبو على شكل A سور 10 à la puissance n avec A bien sûr elle appartient à Z et n appartient le grand L. Donc bien sûr كتعرفو n و كتعرفو Z. ok donc هاد لي نومبر غادي نسميهم لي نومبر ديسيمال. C'est bon?
نبداو بواحد لا بروبوزيسيون دونك شنو غنعطي واحد التعريف واحد اخر لهاد لي نومبر راسيونيل دونك ان نومبر اي راسيونيل بيان سور التعريف تاعو صحيح فوقاش كنقول على واحد العدد اللي راسيونيل سي سولمون سي دونك الا كانت عندك هاد لا كونديسيون سي et seulement si admet donc il admet une écriture liée à décimale ok décimale ou bien sûr soit est-ce qu'on a de l'écriture et les périodiques ou la fine ou fine donc à l'échafaud je vais bien sûr ce n'est des exemples باش نشرح هذه القضيه هذه دونك اي عدد كيتكتب على هذا الشكل هذا مثلا خديتي 3 على 5 الا درتي لا ديفيزيون العاديه كتعطيك 0.6 دونك هنا شنو كنلاحظ في الفاصله العدد كيتسالى ياك هادشي اللي مور الفاصله صافي ما عندي ما نزيد الا خديتي واحد على 3 كما واحد حط في لي كومونتير دونك واحد على 3 مالها ما كتسالاش ولكن شنو كنلاحظ هذا العدد هذا إلي كنقول بأن إلي بيريوديك يعني ثلاثة كتعاود دي مانيير بيريوديك سي بون دونك كاين هاد لو تيب ديال هاد العدد حتى هاد الأعداد هادو حتى هما داخلين في هاد لا بروبوزيسيون دونك سو سون دي نومبر راسيونيل دونك سوا كيكون هكا كاين واحد العدد عاوتاني مثلا خديتي واحد فاصلة 35 35 35 35 وأنت غادي ماشي بالضرورة يكون غير عدد واحد اللي كيتعاود دونك هنا شنو كنلاحظ لا بيريود ديالي هي 35 اوكي دونك هادو كاملين سو سون دي نومبر rationnel. Alors, il admet une écriture liée périodique, halado, ou la finie. L'écriture décimale liée à la finie ou la périodique. C'est bon? Donc, bien sûr, la boîte démontrer bien il appartient à Q. Donc, de la la démonstration. Donc, il est chiné à ça. Ça veut dire, on dit c'est un القسم الإقليدي ياك. Donc هذا راه bien évident. Donc اللي مشيتي من هنا لهنا راه déjà définie نتا القسمة. Donc بحال هذا القسم الإقليدي دير واحد العدد مثلا 3 كي لابارتيان ا زد و 5 الى بارتيان ا ايطوال ولا زد ايطوال. Donc هذا راه اوتوماتيكمون راه سي ان نومبر اللي هو راسيونيل. انا اللي كيهمني هنايا هو العكس. Donc هذا راه évident. كدير غير القسمة وكتبينها. Évident. دابا اللي خصني نبين خصني نبين الا كانت مثلا واحد العدد مثلا هادو اللي فيهم مشكل علاش حيت اي سون انفيني كيشبهوا شويه الراسيوناليه دونك غادي نحاول نبين هاد الثانيه هادي دونك الا بغيت نبينها دونك ناخذ واحد ليكزومبل مثلا خديتي اكس ايتيغا 12 فاصل 34 دونك 2021 2021 2021 وانت غادي قلت لك بين لي بان هذا لو نومبر هذا الي راسيونيل اوكي دونك سي محمد شنو بغيتي نعاود اوكي دونك عقلوا على هذه بروبوزيسيون يعني توجور فري دونك فاش فوقاش كنقول بان ان نومبر الي راسيونيل هي الا كان ليكريتور ديسيمال ديالو سواء غادي تكون بيريوديك يعني هذاك الشيء اللي مور الفاصله غيبقى يتعاود دو مانيير بيريوديك حتى لانفيني او لا كيتسالى مور الفاصله سي بون بالنسبه للديمو دونك قلنا الا بغيت ندوز من هنا لهنا هذا راه ديجا 3 على 5 اللي سولتك واش راسيونيل ولا ماشي راسيونيل دابا خلي ديفينيسيون ديال النوم راسيونيل راه كيتكتب على شكل بي سي ار بي دونك هاد لو سونس هذا راه ايفيدون يعني من هنا لهنا راه كندير غير لا ديفيزيون دونك العكس دابا اللي بغيت نبين مثلا الا عندي واحد لو نومبر بيريوديك مثلا انفيني بغيت نبينو كيتكتب على شكل بي سي ار بي يعني راه راسيونيل سي بون مفهومة سي محمد داكور يلا مثلا خديت هاد ليكزومبل هذا بغيت نبينو بان الى بارتيان ا كو باش نبينو الى بارتيان ا كو خصو يتكتب على شكل كيما قلت لكم في بي سي ا كو دونك هاد لو سونس هذا هو اللي شويه صعيب دونك شي بعض المرات كيعطيو دي زيكزومبل دونك اغلبيه يكونوا ديجا خدموا دي زيكزيرسيس دونك فاش كنبغي نبين هاد القضيه هادي شنو كنديرو دونك شكون اللي يفكرنا وين يمكن لك تقول زد اطوال ولا ان اطوال بحال يلا شنو نقول هنا
ولا ديجا خدم بحال هادو. اوكي دونك ديما شنو كديروا فاش كتبغي تبين واحد العدد اللي هو بيريوديك، كتقلب كتمشي لا بيريود. فوقاش كتبدا لا بيريود؟ كتبدا من ابارتير من 34 ياك. هنا عندي واحد الفصيله، دونك شنو غادي ندير؟ غادي نضرب هاد اكس في 100 باش يبقى لي غير لي نمبر بيريوديك بوحديتهم لي لو. غادي نحاول نعزلو. دونك شنو تجيني الا درتي 100 فوا اكس؟ شنو تجيك؟ تجيك 1 2 3 4 فصيله. انا عزلت لون هذيك لا بيريود. ابري شنو غادي ندير؟ كنحاول نجيب الفصيله لها البيريود وحده. اوكي دونك كنحاول الفصيله نجيبها نكحزها حتى البيريود وحده. دونك هذه هي لا بيريود ديالي ياك، هذه الحاجه اللي كتعاود الفصيله نزيد نكحزها. يعني فاش خصني نضرب باش نكحزها 2021 خصني نضربها في 10000 ياك ماشي في 1000. دونك الا ضربتي هاد اكس دونك كنضربو هاد 100 اكس نزيد نضربها في 10000 شنو غادي يوقع للفصيله؟ دونك 1 2 3 غادي ندخل دابا 2021 شنو يبقى لي مول الفصيله عاوتاني 2021 2021 انت غادي تسلم فين مفهومه؟ دونك هاد لا ديمونستراسيون اللي بقا نستعمل فاش يعطيني واحد لونغ بيريوديك دير ديما كنخدم هاد التيب ديال الديمو يعني خصني نعقل عليها مزيان. وابري دابا شنو درت؟ شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ هاد جوج ديال الاعداد دونك فين هما هاد جوج ديال الاعداد هذا وهذا مالهم؟ عندهم نفس هذاك الشيء اللي مور الفصيله. شنو غادي ندير؟ غادي ندير الناقص باش نطير هذاك الشيء مور الفصيله اللي يدير لي المشكل. دونك الا درتي 10000 100 اكس ناقص 100 اكس شنو غادي تجيني؟ هذاك الشيء اللي مور الفصيله ما بقاش. دونك تجيني هي 1 2 3 4 2021 ناقص 1234. سي بون فهم هادي؟ كلشي متبع معايا الدراري؟ دونك هاد لا ديمونستراسيون تاخدوها ستوندار ديما تبقى تستعملوها الا قالك بين لي واحد لو نومبر ديسيمال بيريوديك كينتمي لكو. كلشي غادي معايا؟ دونك غير باش نعرف واش ما فهمتش هاد التاليه. اوكي هاد التاليه علاش درت هاد الناقص؟ علاش درت هاد الناقص الدراري؟ شكون يمكن يقول لي علاش درت هادي ناقص هادي؟ شكون اللي داير لي المشكل هنايا؟ راه اللي داير لي المشكل هو هاد العشي اللي مور الفصيله اللي انفيني ما كيتسالاش. دونك خصني نطيرو، خصني واحد الطريقه باش نطيرو. اوكي باش نحيدو هذيك البيريود كامله اللي مور لافين. دونك شنو كتلاحظ؟ الا درتي هاد الشيء ناقص هاد الشيء، هذاك الشيء مور الفصيله غادي تختزل. اوكي دونك هذه راه نورمالمون هذه راه بامكانك تبع هذا الشكل، هي 1234 زائد 0 فاصله هذيك 2 2021 2021 2021 وهذا هو 1 2 3 4 2 2021 عاوتاني حتى هو زائد 0 فاصله 2021 2021 وانت غادي. دونك الا درتي الناقص هذا الشيء ناقص هذا الشيء الفوقاني يجيك هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا هو النيت يتختزل 2021 ماشي 2020 هذه 2021 اوكي مفهومه هذه القضيه. دونك غير اي حاجه كتبوا لي غير وي هكا باش كندوزو للزربه. داكور دونك كما قلت لكم هاد لا ميثود ستوندار اي فوا يعطيك واحد لو نومبر بيريوديك يقول بلي بان كينتمي لكو غتستعملوا نفس هاد لا ديمارش هادي. يلا دابا شنو غادي ندير؟ دونك عندي 10000 دونك هاد تحاولوا ديروا هذه الناقص هادي. دونك هنا عندي 10 اس قلنا 4 10 اس 6 اكس ناقص 10 اس 2 اكس دونك غتفاكتوريزي بالاكس وهنايا غادي تجيني تحسبوا هذا العدد اللي خرج لكم هنايا. دونك شي واحد يحسبها بالكالكيلاتريس نقول لك قدامو كالكيلاتريس. اوكي دونك نحسبوا دونك هادشي دونك 10 انا اوكي دونك تجيني 7 8 7 دونك الا قلت هذا شي حاجه في الحساب تتعاودها 4 3 2 1 اوكي وهذه نورمالمون هي 9 9 9 9 0 0 اوكي اولا 9 9 اوكي دونك شحال بحال هكا. اذا اكس شحال كتساوي؟ كتساوي هاد 1 2 3 4 7 0 7 8 7 مقسومه على 9 9 9 0 0 وهذا
هذاك يتكتب على شكل بيس شوف هي اذا مالو الى بارتيان الى بارتيان لك اوكي دونك اميمه انا نعطيك لا دوموند دونك بامكانك دوموندي بروف هذاك نسولك حنا ما درناش هاد لي نوم غيال اها شنو درتو دزنا نيشان داكشي ديال لا بورن سوب ولا بورن ان فور الماجور داكشي نورمالمون خصنا نبداو بينهم ضروري واش ضروري نحضروا هاد لا سيونس وي ضروري حيت نورمالمون واش بورن سوب حتى نديفيني بعدا لونسومبل ديال لي غيال عاد ندوز وغادي تكون غادي تجويو على لا بورن سوب ولا بورن ان فهاد لا سيونس وي فهاد لا سيونس صافي واخا غير ستريكتور انا راه شفت البروغرام كامل يعني عارف شنو عندكم صافي شكرا دونك اللي عنده هذاك الفرق هو هذوك صحاب التوبولوجي التوبولوجي راه هي هادشي اللي غادي نديرو غير سموها التوبولوجي دونك هاد الكره عندها تقريبا بزاف ديال السميات صافي ما صافي وي احنا ندوزو السيطر غير تسنى داكوغ يلا نفهم الدراري هاد القضيه هادي باش نعطيك واحد النومبر دونك هاد لا بروبوزيسيون انا ديمونطريتيها عليه كليك ان نومبر ريال راسيونيل فوقاش كنقول عليه لي راسيونيل الا كان كيتكتب عند ليكريتور ديسيمال سواء تكون بيريوديك سواء تكون فيني داكوغ عرفنا الديمونستراسيون دابا اوميم مازال باغي تهضري ولا غير مازال هزيتك اوكي دابا سالينا مع لونسومبل كبير غندوزو دابا لواحد الاعداد فيهم مشكل شنو هاد الاعداد هادو دونك الا خديتي واحد المربع واحد المربع الطول ديالو واحد دونك الطول والعرض واحد الا زيدتي تحسب الديامتر ديالو الديامتر ديال هذا المربع شنو هو هو غاسين ديال جوج هاد غاسين ديال جوج فيه مشكل اول حاجه الادمين كريتير ديسيمال اللي ما كتسالاش وماشي بيريوديك واش كينتمي للكو دونك هادي هي لا كيسيون اولا الا خديتي واحد الدائره دونك الا خديتي واحد الدائره الشعاع ديالها هو 1 على 2 الا سولتك على المحيط ديالها شحال يكون شنو هو المحيط ديال الدائره كتطبقوا العلاقه ديال جوج بي ار يعني هي جوج بي في 1 على 2 اللي هي بي دونك المحيط ديال الدائره هو بي حتى هاد بي عاوتاني كاين الادمين كريتير اللي هي ديسيمال واللي ما كتسالاش دونك لا كيسيون غادي نطرح هنايا واش هاد جوج ديال الاعداد سبيسيال واش كينتمي لكم ولا ما كينتميش لكم عند لا بروبوزيسيون الاولى غادي نقول نيشان غادي ديمونطري من بعد بروبوزيسيون راسين دو لو ما بارتيان با ا كي نبدا براسين دو وخلاص كاين البي وكاين الاو اكسيتيرا اكسيتيرا اوكي نديرو لا ديمونستراسيون ديال هادي حيت هادي توجور كي اغلبيه غادي يكون دارها سوا في الكورس سوا في تي في اوكي دونك في هاد لا بارتي ديال لي غيال ولا لي نوم ريال هاد الشابتر الاول ديما غادي نبقى نستعملوا لابسيورد لابسيورد هو اللي كيحل لي هاد المشاكل غادي نفترض بانها فري ونحاول نلقى شي كونتراديكسيون ماشي هي هذيك اوكي دونك هذا هو لابسيورد فيه ثلاثه ديال لي زيتاب كتسيبوزي بان ديك القضيه اللي عندك فري وكتبقى غادي بالماط حتى كطيح شي حاجه اللي ماشي لوجيك او لا كونتراديكسيون كونتراديكتور مع داك لي سيبوزيتي في الاول وي كاين لونغوجيسترومون بلاتي نكتبو لها هذا عاد وي كاين الصوت داكو دونك كيما قلنا غادي نمشيو بار لابسيور دونك حتى هذا ديمونستراسيون خصني نتعلمها بار لابسيور دونك مهم هذا لابسيور دونك اول حاجه غادي نسيبوزي دونك هذه هي لي زيتاب ديال لابسيور اول حاجه سيبوزون On suppose que notre racine 2 il appartient à qui yani, il y a une petite sur yani, c'est un rationnel, donc soit un rationnel. Il y a un racine 2 qui est un cube. Il y a une racine 2 malo, mais il y a une petite balle à chaque P sur Q. Ok, donc on a cherché comme l'absurde. Faites l'exemple, là, tu fais un chinois l'absurde. D'accord Donc, je vais vous donner les étapes et les exemples. Je vais vous dire, dis-moi, je vais vous démontrer la racine 2, il appartient à Q.
انا غادي نفترض بان الى بارتي انا كيو كينتمي لكيو، ولا كان كينتمي لكيو صافي ديال كيتكتب على شكل بي على كيو. سي بون مروان؟ بيان سور هنايا ديما تقدر تكتب هادي افيك بي، قلنا الى بارتي انا زد اي كيو ابارتي انا ان اتوال ولا زد اتوال اللي بغيتو. اوكي هاد بي وكيو غنزيد واحد 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 الشرط غادي ينفعني من بعد، غادي يهمني واحد الحاجه من بعد غادي نعرفوها. غنسيبوزي بان بي وكيو سون برومي اونتر او، يعني سون ايريديكتيف، دونك سون برومي اونتر او. سا فيدير كوا ايريديكتيف سون برومي اونتر او؟ يعني بي على كيو ميمكنليش نزيد نبسطها، ماشي بحال مثلا فاش كتكون عندك 4 على 2 غادي بامكان تزيد تبسطها تعطيك هي 2. اوكي دونك فاش كيكونوا لي نومبر لي دو نومبر بروميير لا ديفيزيون ديالها كنقول بان الي اي ريدكتيف ميم كليش نزيد نص. دونك هادي غير باش نتهنا واحد الحاجه تبان لي من بعد. دونك سون بروميير اونتر او وديرو بين قوسين اي ريدكتيف، يعني لا ديفيزيون الي اي ريدكتيف. سي بون دونك هاد الشرط انا زدتو، يعني كما قلت لكم غادي ينفعني من بعد، عندي الحق ناخذ حيت هاد بي و كيو راهم كيلكون كيما بغيتي تاخذهم، انا غديتهم برومي اونتر او عندي الحق. يلا شنو غادي نزيد ندير هنايا؟ هاد الراسين دو انا ما كنعرفهاش، اللي كنعرف انا كنعرف الجوج، جوج كتنتمي لكيو، دونك غنطلع على واحد الاوكاري هنايا، غتجيني جوج ايتيكال بي اوكاري على كيو اوكاري، سافو ديا كو بي اوكاري ايتيكال جوج كيو اوكاري، متفقين؟ إلا كانت شنو معنى بي او كاري ايتيكال جوج كيو او كاري؟ سافو دير هادي راه عندها معنى واحد اخر، سافو دير كو جوج منها ال ديفيز بي او كاري، متفقين هنايا؟ من هاد العلاقة هادي عندك بي او كاري كتساوي جوج في واحد كيو او كاري، يعني هاد بي او كاري تقبل القسمة على جوج. شكون متفق معايا شكون متفقش معايا؟ وي ويلا كانت جوج ديفيز بي او كاري واش عندي الحق نقول بان جوج ديفيز بي ولا ما عنديش؟ نجربها في هاد الاعداد، خذ 3 او كاري، 3 او كاري هي 9. اوكي دونك الا كانت جوج، لا خديت الموفيز اكزومبل، دونك الا كانت جوج ديفيز بي او كاري دونك هادي ديمونطراب، يعني فاسيلمون ديمونطراب بان جوج هي كديفيزي حتى بي. داكور دونك هادي بامكانكم تستعملوا لابسيور باش ديمونطري، دونك باغ ابسيور باغ ابسيور فاسيل افير، دونك حاولوا تصوبوا لي هادي فاسيل افير. دونك انا شنو غادي تسيبوزي؟ غادي تسيبوزي بان جوج نو ديفيز با بي نو ديفيز با بي وتحاول تبين. اوكي الا كان جوج ديفيز بي سافو دير كوا؟ راه شو واحد كتبها ليا تما سافو دير كو بي مالا الي بار عدد زوجي. يلا زيد الا كان بي عدد زوجي سافو دير بي كتكتب على شكل واحد جوج فوا بي بريم افيك بي بريم الى بارتي انا زيد داكور جوج كيو ولا جوج كال اللي بغيتي تسميوها. انا قربت نسالي نرجع دابا لا ديمونستراسيون دونك هادي هي الريزيطا اللي لقيت. غادي نرجع لهادي يلا شنو قلنا؟ قلنا بان جوج كيو او كاري ايتيكال بي او كاري ياك، و بي او كاري شحال كتساوي؟ كتساوي 4 بي بريم او كاري، يعني ان كي او كاري كتساوي جوج بي بريم او كاري. و الا كانت كي او كاري كتساوي جوج بي بريم او كاري سافو دير عاوتاني كوا؟ سافو دير كو جوج مالا ال ديفيز هاد كي هادي كي او كاري سافو دير كو جوج ديفيز كي. متفقين معايا هادي كاملين قبل ما ندوز لشي حاجه واحده اخرى؟ الدراري كاملين 36 اللي معايا واش غادي معايا في الديمونستراسيون هما هادو الدراري ديال اس بي تي سوتو الدراري ديال اس بي تي والبي سي، حيت الا فهموا الدراري ديال اس بي تي والبي سي دونك ارجع للرياض الرياض ويحيى. اوكي عندك الحق هذا رياض. بغيت نسولك على هذيك بي كي سون بروميير اونتر او. اها هادي بلاتي ارجع لهاد لا كونديسيون هادي شنو مكتوبه هنايا؟ هنا مكتوبه بان بي الى بارتينا زد كالكو سوا بي ابارتين عندي الحق نختار هاد بي وكي كما بغيت
يعني بإمكانك تختار بي و كيو عدد أوليا، جوج بهم أوليا 11 و3 اكسترا بالعدد الأولي. علاش خديت خصهم يكون جوج أعداد أولية؟ هي اللي غادي نوصل لها لهنا، غادي نوصل لها لهنا. أوكي دونك أنا عندي نختار هاد بي و كيو، عندي الحق نختارهم كيما بغيت. سي بون، علاش خسرت الاعداد الاوليه؟ حيت اي سون اون فورم، اللي عندهم اون فورم اللي هي ايريديكتيف. شنو معناتها اون فورم ايريديكتيف؟ مثلا اللي كانت عندك كما قلت لك 4 على 16، هذه سي اون فورم اللي هي ايريديكتيف، يعني بامكان تزيد ب 6 تقول لي هي 2 على 8 تقول لي هي 1 على 4. اما اذا كان هاد بي او كيو عددان اوليا ما يمكنلكش تزيد ب 6. وانا نقول لك علاش خسرت هاد لا كونديسيون، دابا عاد وصلت لها. اوكي مسيو رجع دقيقة فهمنا ما فهمتش. سلمى شنو بغيتي تقولي؟ اوكي رجع للرياضي ملك، نزول ملك. مسيو عفاك ما فهمتش كيفاش كانت عندنا 2 كيو او كاري كتيكال بي او كاري، من بعد شنو اللي عوضنا فاش ولات عندنا 4 بي بريم او كاري؟ هنايا ياك هذه عرفتي منين جبتها الاولى؟ هنايا قلت بينا بان بي مالها كتكتب على شكل عدد زوجيه، يعني كتكتب على شكل جوج بي بريم. ورجعت لهاد الاول هذه من نشط طلقت وعوضت هاد كيو هاد بي زعما لا بلاتي شنو درت انا بي ولا كيو. بلاتي درنا بي على كيو، دونك بي او كاري تيكال جوج كيو او كاري. نورمال خصني هنا نمشي بي او كاري تيكال جوج او كاري، دونك جوج إل ديفيز بي أو كاري هي هذيك، جوج ديفيز بي بار. أوكي هي هذيك. دونك شنو درت هنايا؟ بينت بأن بي كتكتب ياك عدد زوجي، يعني كتكتب على شكل جوج بي بريم. ورجعت لهنا وعوضت بي ب جوج فين هي جوج كي. هاي هنا راه غلطنا وقيلا. لا هي هذيك. رجعت لهاد بي هذيك عوضتها بجوج بي بريم. وي أنا نقولك علاش درت هذي؟ شنو بينت عاوتاني هنايا؟ بينت بان كيو او كاري كتهي كتكتب على شكل جوج بي بريم او كاري، سافي ديغ كو جوج مالها كديفيزي لي كيو او كاري، ولا كان جوج كديفيزي كيو او كاري قلنا بامكاننا نديمونطري بان جوج غادي ديفيزي حتى كيو. اوكي اذا شنو كنلاحظ؟ جوج مالها كديفيزي الكيو وكديفيزي البي. كونتراديكسيون كان كونتراديكسيون ولا مازال؟ دونك انا نعاود نكتبها لكم هنا انتم حاولوا تقولوا واش لقينا الكونتراديكسيون. جوج إل ديفيز et Q en même temps. OK. Là, il y a la contradiction. Il y a la drague. Je voulais que vous voulez qu'il y a la contradiction. Amine. J'ai la question d'Amine. C'est vrai que c'est irréductible. On dirait le cas de la racine de n'appartient pas à Q. Irréductible. لا بحال الا بغينا نبينو راسين ديال ديس راسين ديال شي حاجه بامكانك حتى تطبقها، خذها كوم بحال قلتي ان موديل باش يعطيك شي عدد يقول بينو بان الا بارتيان با اكو هادي ما خذ بي كيو سون بروميي اونتر او باش تطيح في لا كونتراديكسيون. ها هي لا كونتراديكسيون اللي غادي نقول لكم دابا. اوكي دونك انا حط لكم لا كونتراديكسيون. شنو قلنا؟ شنو لقينا من هذا الشيء كامل؟ هذا الشيء اللي درنا كامل راه غادي نقول مرض. وصلنا لواحد اللقطه لقينا بان جوج كديفيزي بي وكديفيزي كيو. وانا شنو كنعرف على بي وكيو؟ اي سون بروميي اونتر او، يعني ما يمكنلهمش بجوج بهم يديفيزيو نفس العدد. هذه معناتها اوليا علاش؟ حيت اي سون ايريكتيف. اوكي مثلا 8، مثلا نرجع لهذاك ليكزومبل 8 على 4. كون كتختاري مثلا 8 يعني عدد كيلكونك، مثلا 8 على 4 سولتك واش غيديكتيف ولا غيديكتيف؟ مثلا 8 كديفيزي 2 و 4 كديفيزي 2. دونك الا كانوا اعداد كيما ماشي اوليا، اما الا كانوا جوج ديال الاعداد اوليا راه ما يمكنلهمش يديفيزيو جوج في نفس الوقت، يعني سي اون فورم اللي هي ايريديكتيف عليها قلتها لكم الفوق، ما يمكنلهاش تزيد تبسط. سي بون دونك هذه هي لا كونتراديكسيون. لا كونتراديكسيون قلنا بان بي اي كيو سون برومي اونتر او عددان اوليا. دونك اللي نسى شي ديال العدد الاوليه والخدمه ديال العدد الاوليه يحاول يضرب عليها حتى ديال 5 ولا 6. داكور دونك نكمل غير هذه ونرجع لي كيسيون. دونك هذه هي لا كونتراديكسيون. الا كاين كونتراديكسيون
شنو كنرجع كنرجع لهاد لي كونديسيون لا ولي سيبوزيت وكناخذ العكس اذا غاسين دو نابارتيان با ا فوما يلا رجع دابا لي كيسيون مصفر فاطمة زهراء دونك كنشوفو لي كيسيون مسيو وي مسيو بالنسبة لديك لابارتي ديال 2 ديفيز بي او كاري ودزنا ل 2 ديفيز بي زعما تقدر تعطينا شي اكزومبل حيت ما فهمتهاش مثلا ايماجيني عندك 8 8 وي كديفيزي 2 ياك الا سي 8 على 2 اه وي ولا خديتي الاو كاري ديالها 16 على 2 حتى هي كديفيزي 2 ولا ما كديفيزيش 2 اه هي 8 دونك الا خديتي البي P ou P au carré, alors on a un même diviseur. Mais bien sûr, il y a le fardé ou l'adat de Zouji, il est vrai. D'accord. Ok. Oui. Donc, c'est à dire, il y a un cas de démontrer par l'absurde, mais je ne vais pas démontrer par l'absurde. Donc, il y a évident que ça a une démonstration, mais je vais dire à Kamla, ça va. Fatem Zahra, à Tsané. Zouj. اوكي واش هي ضروري يكون الاعداد اللي كاين تاميو الكي خاصهم يكونوا دي نوم بروميير لا هاد لي نوم بروميير انا قلت لكم غير اختاريت انا لو شوا ديالي حيت قلت لكم هاد بي او كي اللي عندي هنايا هاد بي عليها اوكي دونك علاش اختاريتهم انا برومي اونتر باش نطيح فهاد لا كونتراديكسيون التاليه هذا هو لوبجيكتيف ديالي باش تعرف حيت لا كونتراديكسيون شنو هي لقيت بان سيبوزيت انا ان بي او كي برومي اونتر او وفي التالي فاش بقيت غادي بالماط 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 لقيت بان بي او كي ماشي برومي اونتر يعني راه كاينه كونتراديكسيون كاين شي حاجه ماشي هي هذيك يعني ليبوتيز ديال ديبار راه غلطه يعني هذيك غاسين دو ابارتيان كل اللي اختاريت في ديبار راه غلطه يعني دابا درنا ديال خاصه والعام يمكن يكونوا الاعداد اللي هما زوجيه ويك كاين لكم كيما بغاو يكونوا بي كيو كيما قلت اختار انت كيما بغات غير خص تكون بي كتنتمي للزد وكيو كتنتمي لان ايطوار ولا زد اوكي واضح شكرا دونك هاد لا ديمارش اون فوا يقول لك بي واحد العدد ما كينتميش للكيو غتكتب له هادشي كامل ما صرحاش غير في الدو صرحها في العدد كامل دونك دابا ندير دي زيكزومبل اوكي يلا donc maintenant donc l'étape 2 donc l'hypothèse du départ elle est fausse donc l'hypothèse donc la conclusion est fausse yani racine 2 n'appartient pas à Q. OK donc on va mettre le quelques rationnels les que vous déjà tu as mis معهم le bac donc خديتي في انترفال ار دونك 0 1 2 etc دونك نعرفوا عندي الراسين دو 2 دونك هنا 1 الراسين 2 كيمشي عند هنايا او اللي كتعرفوها اللي هي جوج فاصله شي حاجه حتى ما كتسالاش او كاين بي اللي هي 3.14 دونك هادو هما اللي معروفين etc ندوز دابا لي بروبريتي دون ار اوكي ندوز لي بروبريتي باقي عندي كيسيون هنا قبل ما ندوز لي بروبريتي ديال ار عندي ثلاثه ديال لي بروبريتي اللي غادي نستعملهم ديما اوكي دونك باقي عندي كيسيون مستفير قبل ما ندوز لابارتي دونك هاد النهار هاد النهار تكون شي ساعتين ونص دونك عولوا عليها حيت هادشي فريمون خص سيرتو هاد الشابتر الاول بغيت كما كنقولوا نعطيه الخاطر شويه عليه OK. Yalla, deux autres propositions l'oula, c'est ma proposition R1. Donc proposition. R1. Première proposition, bien R muni de la loi d'addition, loi de multiplication, mala. Donc l'addition automate est encore, comme vous allez, bien est encore commutative. Donc la notion d'alcool a dit tu vois flagel. Moi on a fait comme les propriétés d'alcool. Donc cela signifie, donc comme que je suis en détail, cela signifie, ça veut dire quoi encore? Commutatif, donc cela signifie
pour les lois. Vérifie les propriétés suivantes. Donc, il m'a qu'un goulcoum. D'abord, on est en train de construire l'ensemble de R. Donc, R, quand on a le bac, on a l'addition, le jamais, le dar. Mais on ne définit pas l'addition, on a la multiplication. Ou je dis ma salha. Donc, on a une signification de la formate. هذا الكور ديال الاناليز كنعطيو سينيفيكاسيون ديال اي حاجه كنت كنستعملها قبل داكوغ انا شرحت شنو هو كور كوميتاتيف دونك فهاد لو كور دونك كنمشي للوا داديسيون اللي هو الزائد شنو هما لي بروبريتي ديال الوا داديسيون اللي كنتو كتستعملو كنتو كتقولو بان ا بلس بي مالا بحالها بحال بي بلس ا واخا كتبان ايفيدونت هادو هما لي بروبريتي ديال الوا داديسيون شنو عندي عندي واحد ليمون نوتر عندي الزيرو زائد ا هي ا عندي a plus b est égal à 0 ça veut dire quoi équivalent à dire que a il admet واحد ناقص واحد مقابل وشنو هي لا ريلاسيون التالية الا كانت عندك a plus b زائد c راها بحالها بحال a plus b الكل زائد c هادشي راه كامل ايفيدون كيبان لكم مي هادشي راه علاش راه حيت r est encore commutatif اوكي نرجع دابا للوا الثانيه اللي هو الضرب دونك الضرب في ار كيخدع حتى هو لواحد القواعد ا فوا بي ايتيغال ا بي فوا ا عندي واحد ليليمون نوتر باغ الملتيبليكاسيون دونك ان فوا ا هي ا بيان سور ا ديفيرون زيرو عندي ا فوا بي ايتيغال واحد سافيديغ الى دمي واحد لافيرس سافيديغ ا ايتيغال ان سور بي وعندي ا b f c est égal à a fois b بامكاني نحسب الا كانت عندك a في في وبين قوسين b f c بامكانك تحسب a في b عاد تضرب كلشي في c هادو هما لي بروبريتي ديال الكور دونك شنو كنسمي كور فورمات الا كنت فيريفي هاد لي بروبريتي يعني الا كانت لونسومبل ديالك كتفيريفي ليا هاد لي بروبريتي كامل يعني هادي بالنسبه للوا ديال لاديسيون وهادشي بالنسبه للوا الثاني اللي هو لا لوا اكستيرن ديال الملتيبليكاسيون سي بون دونك الا كان عندك واحد لونسومبل كتفيريفي هادشي كنسميها كور كوميتاتيف تو سامبلوم ما تعقدوش عليكم ابري غادي نشوفوا لا نوسيون ديال الجروب عرفتي واحد لونسومبل اللي كانت كتفيريفي ان سيرتان بروبريتي كنسمي ان جروب واحد لونسومبل اللي كانت كتفيريفي واحد سيرتان بروبريتي كنسمي ان اسباس فيكتوريال اوكي دونك هادشي هما كما كنقولوا لي باز اللي خصهم يترسخوا ليا في دماغي شنو هي الفرق ما بين كور جروب اسباس فيكتوريال اكسيتيرا اسباس ميتريك وحنا غاديين داكوغ الدراري مستغفر عندك شي كيسيون Donc maintenant, je vais plutôt dire comment il a commencé sur la question. Ok, c'est bon. Donc définir, dire définition de quoi. Où je n'ai la relation entre le plus, entre les deux lois. Donc on dirait que la relation entre les deux lois. Il est quand tu as a f b زائد c. Donc tu as l'opération de marche, tu as fait a f b زائد a f c. Où il est quand a f b est égal à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A est égal à 0 ou B est égal à 0. Hachi kamel kat arfo, ghiz nalkoum hada c'est encore commutatif nadom dakh. Hachi ra kamel derjou. Aw la gha ma bqanach kanstamel l'adad bzaf, bdito kadokhou chi chouya. OK. Donc men ba'd ghadi ndefini chnou un groupe, donc wahed l'ensemble spécial li ande wahed le propriétaire ghadi nstamel bzaf la physique, c'est un nas la tkmel la physique f recherche. Ok, c'est bon, Trel? Ok, donc, يلا شنو قال لي هنا عطيني واحد ليكزيرسيس قال لي ديمونتري كو سي الا كانت ار ابارتيان ا كي و اكس نابارتيان با ا كي يعني اكس ان ريال الور ار بلس اكس حتى هي نابارتيان با ا كي اوكي ونفس القضيه بالنسبه لار فوا اكس يعني الا جديتي واحد راسيونيل ضربتي في واحد الايراسيونيل لو ريزلتا راه اي نابارتيان با ا كي اي ني با راسيونيل نبدا معكم الاولى يلا نبدا معكم الاولى نعطيكم غير ليدي على ديمونستراسيون
par absurde, bien sûr. Donc, l'absurde, on s'amène. L'absurde. Donc, je ne gagne ni R, il appartient à Q. Et X n'appartient pas à Q. Au vrai, on a R, Z, X, wesh, il n'appartient pas à Q. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de R plus X, il appartient à Q. OK? Donc, il y a l'étape l'oule de l'absurde. A. On suppose que R, Z, X, il appartient à Q. يلاش ندير من بعد ناخذ واحد السي عدنان هو يطلع لي الاول في لا ليست اكتيفي الميكرو السي عدنان ونمشيو ولا السي محمد يلا نقولوا ار بلس اكس ايكال بي سور كيو يعني ار بلس اكس الا كانت كتنتمي لكي بميكانيك تبع على شكل بي على كيو تري بيان زين انا كنقلب على اكس ار كنعرفها كتنتمي لكيو ياك اكس اللي ما كنعرفهاش اذا اكس شحال تكون كتساوي تكون كتساوي بي على كيو ناقص ناقص R. شنو قلنا هنا R إلا بارتيان أكو ياك R إلا بارتيان أكو سافي ديغ كوا R أبارتيان أكو سافي ديغ كو R بإمكان نكتبو على شكل P بريم على Q بريم سي بون متفقين يلا خليك مأكتيفي الميكرو سي محمد يلا غنمشيو غير بشير غادي نوحدو المقال نوحدو المقال نعوض R قيمتها أتجيني P فوا Q بريم ناقص Q فوا P بريم مقسومة على Q فوا Q بريم وهذا كامل هذا إلا بارتيان Q ولا ما كينتميش لكيو على إلا بارتيان Q حيتاش غير السوم ولي برودوي بين راسيونيل إتان راسيونيل دونك هادشي راه كامل بإمكانك تسميه كرون بي وهادشي كامل بإمكانك تسميه كرون كيو OK donc هذا راه سي تان راسيونيل ce qui est absurde par réponse اذا ولا شنو قلت في الاول شنو عندي ليبوتيز ديال ديبار اعتبرت بان ار ابارتيان كي و اكس نابارتيان با ا كي وي OK donc اذا اكس لقيتها استرت بان اكس نابارتيان با ا كي ولقيت بان اكس ابارتيان كي دونك هذه عندي لا كونتراديكسيون Okay. Donc, il y a la contradiction. Je vais vous dire les étapes de l'option. Contradiction. X, X n'appartient pas à Q d'après l'hypothèse de départ. D'après... Je peux lui faire lier là-dessus. Je peux lui faire lier là-dessus. Idem. R زائد X مالها حيت انا حسبت R زائد X افترضت بان R زائد X في الاول بانها كتنتمي لكيو وبقيت غادي بالما لقيت واحد الكونتراديكسيون لقيت بان X الى بارتيان كيو وانا عندي X نابارتيان با كيو اذا R زائد X مالها دونك هذه هي الريزولت هذه هي الكونكلوجن مالها الى بارتيان با كيو يلا نشوفوا شكون ما فهمش مالك اكتيفي مسيو بغيت غير نعرف شكون يعطي راه حق نقولوا ان هذيك بي فوا كيو بريم موان كيو فوا بي بريم على كيو فوا كيو بريم راها ابارتيان ا كيو وي دونك كما قال محمد لو برودوي ديال دو راسيونيل سي ان راسيونيل اوكي لا سوم ديال جوج ديال لي راسيونيل هادشي كنعرفو لا سوم ديال دو راسيونيل تاو سي ان راسيونيل الناقص ديال جوج ديال لي راسيونيل كيعطيني ان راسيونيل دونك ديما كتبقى في لونسومبل كيو سوا درتي لا ملتيبليكاسيون ولا ناقص المشكل هو ما كنعرفش الا خديتي واحد الراسيونيل زدتي عليه واحد الايراسيونيل هذه اللي ما كنعرفهاش هذه اللي ديمونطريت عليها دابا اوكي وي مسيو صافي داكا دونك اللي ما كنعرفش انا ما كنعرفش شنو هي لا سوم ديال واحد الراسيونيل مع الايراسيونيل او لا ديفيزيون مثلا ديال واحد الراسيونيل مقسوم على الايراسيونيل دونك هادشي اللي غادي نحاول نديمونطري اوكي مسيو داك ميرسي دابا درنا لا سوم حاولوا تصوبوا لي دابا الضرب ار فوا اكس نابارتيان با ا كيو غنستعمل نفس القضيه اللي درت انا يلا ناخذ دعاء شي واحد اورازا شيماء دعاء دونك دعاء اكتيفي الميكرو مشو غير شويه ماشي مشكل الا ما عرفناش راه عاديه ماشي هكا كنتعلموا كامل دابا بغيت ناخذ ار قلنا ابارتيان ا كيو اكس ان ابارتيان با ا كيو وبغيت نعرف ار فوا اكس واش كتنتمي ولا ما كتنتميش ليك اولا بغيت نبين بان ما كتنتميش ليك اوكي يلا شي واحد
عنده r fois x كيساوي p على q. اها دونك r fois x نابارتين با هادشي اللي بغيت نديمونطي. يلا سير شنو غادي ندير؟ غادي نبدا. دونك شنو قلنا؟ عندي r نابارتين على q يعني r كتكتب على شكل p على q، هذه هي الاولى. شنو خصني ندير دابا؟ خصني نحسب r fois x. دونك r fois x قلنا غادي نسيبوزي، دونك اون سيبوز on suppose que r fois x كتنتمي لكي. ونحاول نلقى شي كونتراديكسيون ماشي هي هذيك. داكوغ يلا سير. اذا r fois x قلنا الا كانت كتنتمي لكي يعني بامكاني نكتبها على شكل دونك هنا نسمي بوين كي بريم. اذا يمكن نكتبها على شكل p على q. الا كانت r fois x كتنتمي لكي كتكتب على هذا الشكل. اذا x مالا p sur q moins p sur q fois r. ها 1 sur r زيد. اذا x كتساوي p على q و 1 sur r قلنا هي q بريم على p بريم اللي هي p فوا q بريم على q فوا p بريم. وهذا كيدير قلنا ملتيبليكا جوج ديال الراسيونيل دو راسيونيل سي تان راسيونيل راسيونيل مقسم على راسيونيل. دونك هذا كينتمي لQ. لقيت الكونتراديكسيون ولا مازال؟ دونك شنو هي لا كونتراديكسيون هنا؟ كونترا شنو كنعرف على x؟ x الى بارتينا كي وفاش درت هذا الافتراض هذا لقيت بان x الى بارتينا كي. اذا هذا الافتراض اللي اختاريت هنا هذا السيبوزي اللي درت هنايا راه غلطه. دونك x الى بارتينا كي. اذا شنو هي الريزلت ديال ديال لابسور؟ دونك كونكليزيون r فوا x مالا il n'appartient pas à l'autre. Vous pouvez mettre d'aller ou l'enaoudou ha, l'imme fumche haji goul haliya. Donc, on a démontré juste les résultats très très importants. Bien, la somme des rationnels mais irrationnels qui est irrationnel ou le produit des rationnels mais irrationnels qui est irrationnel. Ou le quinte amigui. Maintenant, je vais vous poser la question, je vais vous poser une question. Qu'un juge a 2A ou C. Ma femme, je suis 2A. Qui est 2A? Donc, je vais vous donner le commentaire que vous avez dit. Je vais vous donner la question et désactiver le micro. Ok, d'abord, je vais vous donner activer le micro. Ça va? Monsieur? Oui. Ma femme, je suis dit que باش حيتي الار في الاول سيبوزنا بان ار فوا اكس هي تبع بي سور كيو ياك. ومن بعد درنا اكس كتساوي بي سور كيو فوا ان سور ار ياك. ما فهمتش هذا ان سور ار علاش درتيها كتساوي بي بريم على كي بريم؟ نرجع لهنا. شنو قلنا انا عندي في الاول؟ عندي ار مالها كتنتمي لكيو ياك؟ اذا الا كانت ار كتنتمي لكيو بامكاني نكتبها على هذا الشكل. اي اكزاكتومون. داكو دونك هنا راه غير عوضت هاد ان سيور ار عوضتها بالمقلوب ديالها اللي هو كي بريم على بي بريم. داكو انا كنخصني ندير واحد لا كونديسيون باش ما نطيحوش شي مشكل. ار هي ديفيرونس زيرو باش ما نطيحوش شي مشكل. سي بون صافي مزيان صافي شكرا. داكو بروف علاش درتي؟ غير عوضتها كيما قلت لكم. مروان هي اللي شرحت دابا، فهمتيها دابا؟ هي اللي عاد شرحت لبنيتها. اوكي غنحط غير شنو عندي في الديبار. في الديبار دونك فين يكون شي كيبان لكم، في الديبار عندي ار قلنا كتنتمي لكيو، اكس نابارتيان با كيو. وبغيت نبين بان ار فوا اكس الا كان هاد جوج ار فوا اكس ما كتنتميش لكيو. اوكي دونك انا شنو كنركز؟ كنركز على ريزولتا. هادي غادي نسيبوزيها، نسيبوزي العكس ديالها صحيح. اوكي on suppose l'axe de شنو هو l'axe ديال rx n'appartient pas à q. l'axe ديالها هو rx الى appartient à q on suppose بان il est pareil. c'est bon. الى كانت rx appartient à q ça veut dire que r fois x مالا كتكتب على شكل p على q. ça veut dire que x كتكتب على شكل p على q 1 sur r. ça veut dire que x est égal à p sur q. وشنو و r شنو كنعرف انا على r؟ q
كتنتمي لكي يعني بإمكانك تكتبها على شكل كيوب بريم دونك ار بإمكانك تكتبها حتى هي على شكل بي بريم على كيوب بريم حيت كتنتمي لكي سي بون دونك الا درت المقلوب غادي تجيني كيوب بريم على بي بريم وهنايا كنعرف بان بي كيوب بريم على كيو فوا بي بريم هذا مالو كيتكتب حتى هو شكل على شي حاجه مقسوم على شي حاجه افيك بي فوا كيوب بريم راه كينتمي لزيد وهذا راه هو كينتمي لزيد ايطوال دونك هذا راه كامل كينتمي لكيوب مفهومه اذا ديمونطريت بان اكس الى بارتينا كيوب فاش درت هاد ليبوتيز هادي لقيت بان اكس كتنتمي لكيوب وانا شنو عندي في الديبار اكس مالها ما كتنتميش لكيوب اذا عندي كنقول بان لقيت ان كونتراديكسيون il faut que détecter chez contradiction que tu rejettes l'hypothèse ديالك ou que tu dis que l'hypothèse ديالك est au départ elle est fausse ça veut dire quoi l'hypothèse ديالك elle est au départ elle est fausse ça veut dire que rx n'appartient pas à q هذا هو الفو ديال هادي الا درتي لهادي بار غتعطيك rx n'appartient pas à q واش مفهوم هذا bien sûr c'est خدمت مال بزاف الدراري يعني ما تعولوش غير على التمرينات هكا تقول راه صافي ضبط الاناليز الاناليز خصك واحد الكتيب فيه دابا صافي لكم شي كتيبات حتى تسالي عاد كتقول راني فهمت الاناليز ما ساليتيش بقى تقول لي ما فهمتش داكوغ فهمنا كيفاش كنديمونطريو هاد لو تيب ديال ليزيكزيرسيس دوزو ليا دابا اللوغاريتم ديال 2 على ان ان ديال 3 اللوغاريتم ديال 3 على اللوغاريتم ديال 2 مونطري كي لي ايراسيونيل يعني خصني نبين بان اللوغاريتم ديال 3 مقسوم على اللوغاريتم ديال 2 n'appartient pas à Q. Oumaima, il m'a activé le micro, c'est-à-dire le forçat, c'est-à-dire le forçat? Oui. Yalla, c'est. Yalla, je n'ai pas l'hypothèse de départ. Je suppose qu'il appartient à Q. Ok, donc on suppose que le logarithme 3, le logarithme 2, il appartient à Q. Il y a une quinzième de Q, ça veut dire quoi? Il y a une quinzième de Q, ça veut dire quoi? Il y a une quinzième de Q sur P. Ou la P sur Q. Ouais, qui t'écrive à la chaque P à la Q. Oui. Je vais le mettre en train. Ah, P à la Q. P à la Q. Donc, QLN3 égale à PLN2. Il y a dit que donc QLN3 est égal à PLN2. Donc, LN3 à la puissance Q égale à PLN égale à LN2 à la puissance P. شنو درتي خديتي ليكسبونسييل هنا وي نو ما دخلش ليكسبونسييل مازال درت غير ln3 على بيسونس q ايغال ln2 على بيسونس p وانا خصك تدخل ليكسبونسييل هاد الطبقه ديال الغولاسيون هادي اوكي خصني نحسب ندير يعني 3 على بيسونس q ايغال 2 على بيسونس p وي طبقتي العلاقه داكور غاتمسك دونك درتي لوغاريتم دخلتي كلشي دونك وسط لوغاريتم ياك 3 à la puissance Q. Ou en aya, logarithme de la juge à la puissance P. Alors, si on a un modèle de la relation de logarithme de X à la puissance N, il y a N logarithme de X. Et là, logarithme de la c'est une fonction, donc quand là l'exponentielle, je suis en taille. Donc, je suis en train de faire une démonstration. OK. Et là, donc je n'ai l'exponentielle de logarithme de x, ou avec x. Oui. Est égal à x à la puissance p. Et là, je n'ai pas l'ingouli. Quand on a dit p égale à 1, ou on a dit que je n'ai pas l'ingouli. Donc, il a dit que p est égal à 1. On suppose que p est égal à 1. Donc, je n'ai pas l'ingouli. Donc, 3 à la puissance q égale à 2. Ou 2 m'a dit l'ingouli. Ah, il y a 2 qui divise il y a 3 à la puissance Q. Ou Hadi, à la puissance 2 qui divise il y a 3 à la puissance N. Non. Donc Hadi, il y a la contradiction, les gars, qui va lire. Contradiction. Il y a l'hypothèse de départ, il y a Hadi, elle est fausse. Yanni, ça veut dire quoi? Elle est fausse, ça veut dire pour le logarithme. Donc, conclusion. Logarithme. N'appartient pas à Q. N'appartient pas à Q. Donc, je suis allé à l'absurde. Je crois au même.
باقي واش عندنا الحق نعوضوا لي بي او كي؟ لا هذيك بي او كي انت كتختار الا لقيتي غير واحد العدد فهمتيني لقيتي غير واحد بي اختاريتيه نتايا وازار ولقيتي لقيتي واحد الكونتراديكسيون دونك صافي عندك مشكل اوكي دونك انا كان هنايا راه علاش اختاريت بي تي غالا 1 باش تبان لي ان فاتر كونتراديكسيون علاش اختاريت هاد بي خصو يكون كيساوي 1 باش تبان لي 3 على بيسونس كيو تي غالا 2 Ça veut dire 3 à la puissance Q, ou la 2, il divise 3 à la puissance Q. Ou quand on a un 2, mais qu'il divise 3 à la puissance Q. Oui, bien quand 2, bien à 3, ne divise pas 2 à la puissance P, mais il a dit qu'il est égal à 1. Oui, il y a un nombre, vrai. Il y a un nombre, il y a P ou Q, il y a un quelconque, quelconque Q. Z ou N, ou N est droit. خوف وين لا نقدروا ناخذهم جوجهم كيساوي واحد وعندنا يعني تكون ولا خديتيهم بجوج تقال واحد صافي راه بان تما راه بان الطروا ما كتساويش جوج وي دونك هذه ملي كنختار دونك اختار اي نوم غير المهم خصك تلقى ان كونتراديكسيون داكور ندوز لي غولاسيون دورت دونك بلاتي نشوف كلشي بعدا واش غادي معايا واش غادي معايا في الخط هادشي بدا كيوضح لكم بعدا داك التعقيد حيت انا عارف بان الكوردانيس يعني فاش قريته في لافاك كانوا داروا لنا واحد الدخله عيساويه ما كناقش حنا حتى شي حاجه علاش حيت البروف كيدخل ما كيشرح لكش ما كيربطلكش داكشي بداكشي اللي قريتي كي صافي كيبقى عليك لونسوم دي ار كونكليزيون تيوري دي زونسوم كيخلطها لك دونك الدراري كيدوخ ما كيفهمش كيتعامل مع اعداد اللي ديجا قراهم وعارفهم في الباك ووصل لافاك ما بقاش واش هادو هما الار اللي كنا كنخدموا بهم C'est bon? D'accord. Là, il y a une contradiction dans le cas de la question. Il y a 2 divisé 3 à la puissance. Et si la route si P est égale à 1, on a dit que 3 à la puissance Q est égale à 2. Ça veut dire quoi, le kitab? Il a divisé ici à 2 ou divisé ici à 2. Je n'ai dit. Ça veut dire que 3 à la puissance Q est égale à 2. Ça veut dire que 3 à la puissance Q est égale à 2. يعني كنقول بان 3 على لا بيسونس كيو ال ديفيز 2 اولا 2 ال ديفيز 3 على لا بيسونس كيو وانا كنعرف بان اي خديتي مثلا 3 على بيسونس 1 واش 3 على بيسونس 1 مقسوم على 2 كتعطيك 1 ما يعطيكش 1 اوكي دونك كيو هذيك كان كنختارهم كما بغيت غير المهم خصني نطيح في كونتراديكسيون والسلام ندوز للغولاسيون دورد عاد ندوز اوكي دونك ندوز للغولاسيون دورد عاوتاني في ار ديجا كنتو كتقراو اصغر او تساوي اكبر او تساوي دونك هذيك الساعه هذه اللعيبه هذه غادي نسمى اون غولاسيون دورد علاش حيت كدير لي واحد لود واحد الترتيب ما بين العناصر ديال المجموعه اوكي المجموعات دونك انت ما هضرتش على المجموعات شنو هي ان اونسومبل تقدر تكون فيها اعداد مثلا واحد او فيها حروف مثلا ا بي سي دي اكسيتيرا دونك هذا راه سي تون اونسومبل لي زيليمون ديالها هما الحروف تقدر تكون مثلا واحد لونسومبل فيها الاعداد مثلا 1 5 7 9 اكسيتيرا تقدر تكون ان انترفال مثلا 0 1 حتى هذا راه سي ان لونسومبل واحد لانترفال اي اوكي دونك مثلا الا خدينا لونسومبل الاولى هنا واش يمكن لي نهضر على اللوردر واش يمكن لي نقول بان بي صغر من سي ولا اكبر من بي ولا ما عنديش الحق نهضر على اللوردر هنا حيت ما كنتعاملش مع اعداد ياك واخا راه اونسومبل هذيك راه اونسومبل راه ماتيماتيكمون سي ان لونسومبل اللي يمكن لي ناكسبتيها مي هنايا كنقول بان ما عنديش واحد لوردر بيان بارتيكولي دونك غادي نديفيني شنو كنقصد بان غولاسيون ديال لورد تو سامبلومون اوكي دونك غولاسيون ديال لورد اللي هي اكبر او تساوي ولا اصغر ولا كاين بزاف ديال لي غولاسيون ماشي غير اكبر واصغر تقدر تكون بويسونس المهم خاصها تفيريفي واحد ثلاثه ديال اللعيبات يلا سير غنحطوهم هنا باش تحفظوهم مزيان وفي لي ديمونستراسيون غادي نشوفو كيفاش كنديمونطريهم راه ساهله دونك نحطو هنايا نكتبو غولاسيون دونك شي بعد المرات راني ما كنشوفش في الاخر شكون اللي هز يديه بامكانه ياكتيفي الميكرو نيشان اوكي دونك شنو كنسمي اون غولاسيون دورد دونك نحط لا ديفينيسيون ديالي دونك اون غولاسيون دورد
OK نسميها R كرمزو لها بعد رمز R sur واحد l'ensemble كي فهم E et un ça y est كتمتلي واحد sous-ensemble est un sous-ensemble de l'ensemble دابا نشوفوا normalement غادي تكون شوفوا في لاجير de l'ensemble E fois E. Monsieur, comment est la différence entre sous-ensemble et ensemble? Un sous-ensemble, ça y est, c'est un ensemble. OK? Oui, monsieur. Normalement, la théorie des ensembles, lorsque vous avez l'algèbre, vous avez l'intersection, etc., etc. Mais, monsieur Mouchin, vous avez un rappel à la chicane. Vous avez un trait de l'algèbre et vous avez un trait des ensembles. Je suis un ensemble, il y a l'ensemble des éléments, il y a un alaqa, etc., etc. دونك انا نشوف مع الدري د لاجير دابا راه مسكين وقع راه مريض كورونا ما عرفتش غدا يقدر يدير لكم اولا كاين اللي ما كاينش في لاجير دابا دابا نشوفوا شي نصعب بحال هكا ونطرقوا هذاك الشيء كامل اوكي دونك ان سون زونسومبل حتى هي واحد لونسومبل كتنتمي ليه شنو وصلنا قلنا ان غولاسيون دورد دونك الا خديتي خديتي واحد الكوبل دونك هنا شنو كنقصد او فوا او هذا كيسمى البرودوي كارتيزيان يعني كتاخذ واحد ليليمون من هنا واحد ليليمون من هنا يعني سي ان كوبل ديليمون كنسمي ان كوبل اكس اي واي اوكي دونك بور الا خديتي واحد اكس من هاد او واحد اي من هاد او الثانيه يعني كي ابارتيان او فوا او اون دي نكتبو بحال هكا اون دي كو اكس اي اون رولاسيون en relation avec y il a tchapolié à short et on note on dit que x est en relation avec y et on note comment est-ce que x عندها واحد العلاقه مع y قدرت كما قلت لكم تقدر تكون تساوي تقدر تكون اكبر اصغر etc etc donc un ordre quelconque OK نحطو دونك هذه اول حاجه خصني نكون كنعرف لا ديفينيسيون Juge une relation R est une relation d'ordre, donc une relation R est une relation d'ordre. Pourquoi est-ce qu'on a une relation d'ordre? Lettre polia, ce que les carnets. Si, yalla. On a remarqué. Salut, tu sais, Peter, yalla, analyse. R, c'est ce qu'on réflexif. Une table réflexivité. R est réflexif. Ou la symétrique d'ailleurs. Ah, blessing, je vais définir réflexive. Ça veut dire, pour tout, il a dit si A en sort X, mais E, X sera en relation avec X. Nit. Ok? D'abord, je vais vous dire que je vais vous dire. A dit, mais réflexive. Yani X sera, qu'est-ce que dire, ou la relation avec la sain nit. C'est-à-dire que X est égal à X. Donc, à dire, c'est une relation. X avec X. OK, ou le x est inférieur est égal à x, c'est-à-dire c'est une relation. D'accord? Je n'ai la condition de Tania. Yalla Mohamed, tu l'as dit. Gna il est antisymétrique. R antisymétrique. Et antisymétrique. Tu vous fais maintenant antisymétrique mathématiquement. Donc pour la démonstration de maths, il faut égaler bili واحد R est une relation d'ordre, c'est bien net les deux Antisymétrique, يعني la خديتي pour tout x خديتي واحد الاكس والايكغيك كينتميو لو اوكي الا خديتي اكس اون غولاسيون مع ايكغيك اي ايكغيك لقيتي اكس كديري واحد لا غولاسيون مع ايكغيك وايكغيك كديري واحد لا غولاسيون مع اكس سافو دير كوا سافو دير اكس هي ايكغيك اوكي مثلا لقيتي اكس اصغر او تساوي مع اكس نديرها بحال هكا نديرها هكا باش تفهموا لقيتي بان اكس اصغر او تساوي مع ايكغيك ولقيتي بان ايكغيك تاهي اصغر هادو بجوج بهم متحققين ياك فوقاش متحققه هاد القضيه هادي فوقاش كتكون اكس اصغر وتساوي من ايكغيك كونو ايكو فاش كتكون ليغاليتي اذا هنا كنهضر على لونتي سيميتري اوكي ندوزو لا غولاسيون الثالثه ترانزيتيف ترانزيتيفيتي دونك ار اي ترانزيتيف يعني لا غولاسيون كتنتشر يعني الا لقيتي واحد اكس كدير لي واحد لا غولاسيون مع ايكغيك ايكغيك كدير لي واحد لا غولاسيون مع زد سافو دير كوا سافو دير كو اكس كدير لي واحد لا غولاسيون مع زد
Donc, bien sûr, à tirer sur Timérin, mais je ne fais pas bien sûr. Comme vous dites, je ne fais pas. Ah, c'est métrique. Ah, ouais. صافا ما سمعتش حاول تكتبيه عندك شي مشكل في الاوديو ما كيوصلش مزيان سي باقا ديك سيميتريك سيميتري واش سيميتريك واش هي سيميتريك اوكي لاتي واش كنا ريفليكسيف سيميتريك ولا انتي سيميتريك نزاد لي ديفينيشن انتي سيميتريك اي اكس أو لاحظت كيني ربع كيني ربع سيميتريك تاعي بلاتي كنهضر على الغولاسيون دور ماشي دور توتال شنو هي الرابعة بروف هذيك في لا غولاسيون ديكيفالونس باش كتكون سيميتريك وي دابا اوكي كيما عرفت لا غولاسيون ديال ليكيفالونس بلاتي دونك هنايا خصها تكون اونتي سيميتريك غولاسيون دور خصها تكون اونتي سيميتريك متفقين في لا غولاسيون وي وي فهمت وي خصها تكون اونتي سيميتريك هي هذيك ريفليكسيف اونتي سيميتريك سيميتريك لا مقتني مع ليكيفالونس سي بون Monsieur, oui. Je viens de le cours symétrique ou transitif. Là, ça se prend anti-symétrique. Réflexif. Et comment les relations binaires? Équivalent. Ah, demain les relations binaires. Avec une relation binaire. Mais bien juste les, bien juste binaire, ça veut dire mais bien juste les éléments de l'ensemble x ou y. Donc, semi-symétrique. Ah, ça se compte réflexif, antisymétrique ou retransitif. Ok. Ok, donc. Je vous remercie. Bien sûr, la relation d'équivalence, il y a que ça se compte symétrique. Ok, il y a que ça se compte réflexif, symétrique ou retransitif. Monsieur, vous faites que tu crois de sorte que l'ensemble menu de l'aide est radicalement ensemble ordonné. Ah, quand vous avez un ensemble ordonné, ou quand vous avez un R, la relation est une relation d'ordre. Ok? Donc, on a une bonne idée de voir ce qu'il y a. C'est ok, il y a une chose, total ou partiel? Ouais, prof, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Relation d'équivalence, parce que je connais réflexible, symétrique ou transitif. Ou symétrique, ah. Le fait que vous avez l'ordre, relation d'ordre, relation d'équivalence, il y a des symétriques ou antisymétriques ou asymétriques. D'accord. Ok. Tu as les relations d'équivalence, Bertium? Bertium? Algèbre. Oui, non, monsieur. Ah, Algèbre, ok. D'accord. Oui, prof, normalement, mais les gens D'accord, ok. Donc, il y a la halos corollaire. Donc, une relation, il y a une relation qui est une relation qui est définie en général. Ce n'est pas une relation. On ne sait pas si on a un ramzal. Ok. Donc, on définit dans un étoile. Donc, chaque couple X, Y, qui termine une étoile fois une étoile, ça veut dire quoi qui termine, ça veut dire que X il appartient à une étoile et Y il appartient à une étoile. Ok? Et là, quand X en relation avec Y, il existe K, donc à dire la relation, donc d'abord qu'on définit la relation. Finir la relation mobilisant Y ou X, il y a une Y qui termine K fois X, avec K, ça veut dire qu'il appartient à une étoile. D'abord, je suis bien, définie par le jumla la réadia, c'est une relation d'ordre. Yalla, je. حاولوا تصوبوها عاد ندوز للكوريجي خصني نفيريفي دوك ثلاثه الحويجات شو لي طاب الاولى ديال الاخر غادي اون برون 3 اليمون اي تي غريك زد ونبينوا باللي ترانزيتيف و Ah, réflexivité. Sinon, on désole les suites. Là, il y a une dimension à l'un, désole les suites. D'accord? Il y a la wahd l'achat de préhats. Ou fkour on est l'enregistrement, fais-je serger.
OK, donc nous commençons. Donc, on va dire les canines. Et là, quelle est la relation? Et là, nous allons commencer la réflexivité. OK. هذه أول حاجة غادي نحاول نبدأ لا ريفلكسي فيتي سي بون دونك فهمتي بعدا شنو هي لا ريلاسيون يعني x اون ريلاسيون افيك y دونك سوا كنوطيها كيما قلت لكم x اون ريلاسيون افيك y دو تيل مانيير إل إكزيست واحد كا كي أبارتيان أ إن إتوال مع غادي نكتب هاديك لا ريلاسيون تيل كو y كتساوي kx شنو قلنا بالنسبة لا ريفلكسيفيتي خصني نلقى واحد كا تلك y égal à x. OK دونك شنو هو الكا اللي غادي ناخذ تي سي كا ايغال ا 1 الو كا ايغال ا 1 اذا باش ني لا ريلاسيون اللي غادي تقولي ليا لا ريلاسيون x ايغال ا x ولا y ايغال ا y OK montre que x هما نوطاوها بحال هكا x الى اون ريلاسيون مع x Mais là, elle est vraie. Elle est vraie, il y en a pour tout qui me brûle de faire des x. Pour tout x appartient à n étoiles. C'est bon? Donc, à dire la réflexivité, ce qui est lié. Donc, on a déjà arrêté le cours. Donc, je n'ai pas pour la réflexivité, ce qui est lié pour tout x appartient à E. Pour tout x appartient à l'ensemble, ce qui est lié à une relation entre x ou x nid. وهذيك لا ريلاسيون حنا كي درنا لقينا عوضنا غير اكس غير ك بواحد مفهومه وي سي محمد اوكي مسيو سي فوبلي واخا تعاود تشرح ليكزيرسيس حيتاش ما فهمتش لا كيسيون ديال ليكزيرسيس OK. Donc, attendez, je me dis comme les relations. Peut-être que n'importe quelle relation, je ne sais pas si je connais la relation. Qui me dit que la relation? OK. La relation, attendez, il y a x, il est en relation avec y. Il est équivalent à dire qu'il y a un cas, un cas, de telle manière, il y qui s'est k fois x. C'est-à-dire la relation d'IR. C'est-à-dire la relation, en fait, c'est-à-dire R, les fermes à l'air. Il y a la relation avec x ou y. Donc la relation entre x et y y est égal à kx. Donc c'est la relation qui est entre y ou x. C'est bon? Yani y est égal à x ou quand on fait le nombre de cas qui est n étoiles. Oui monsieur. Voilà. Donc c'est la relation. Bien 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 elle est réflexive. Yani ça veut dire quoi elle est réflexive? Ça veut dire il existe يعني x اللي اون ريلاسيون مع x سافي دير كوا x اللي اون ريلاسيون مع x يعني كتجي لهنا كتعوض هاد y ب x يعني خصك تلقى x ايتيغال ا ك فوا x اوكي فوقاش هاد العلاقه متحققه فوقاش تكون عندك x ايتيغال ا ك فوا x بور كيل كا ملي كيكون ك ايغال ا فاش كيكون ك ايتيغال ا واحد دونك الا عطيتي الك ايتيغال ا واحد كتلقى بان x ايتيغال ا x Ça veut dire que la relation d'Iali, la relation d'Iali, qui est Ramzilla ou Mabad Ramzada, mais là. Monsieur, vous voulez que nous ayons y égale à k fois x, mais si x égale à k fois x. Ouais, non, y est égal à Ablat Ramzad, tu vois. D'accord. Donc, réflexive. Femme-là, je n'ai pas réflexive le Mazal. Oui, monsieur, il y a x, parce qu'on a une relation avec x. مع x avec elle-même. Oui. نرجع للغولاسيون اللي عطاوني هما هذه الغولاسيون اللي عطاوني هما سافي دير كوا هذه هذه اللي ايكيفالونت ا كوا اللي ايكيفالونت خصك تعوض هاد y هذا باش ب x يعني هاديك هي x ايتيغال هكا ك فوا x سو يعني انا عندي الحق نعوض y ب x حيت بلاتي ها انتم اون جينيرال لا غولاسيون قلنا هي هذه كتكتب على هذا الشكل x En relation à y, il est équivalent à dire que y est égal à kx. C'est-à-dire la relation qui est atteinte en force. Oui, monsieur. D'accord. Il a pris un x en relation à x. Il y a un chute d'y qui est le faux pas. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire la relation qui est le faux pas. Je vais vous dire, y est le faux pas, je vais vous dire x. Il y a un y qui est le faux pas, je vais vous dire x.
سي بون اوكي وي فوقاش عندي هاد كا واش كاين شي كا في هاد ان واش اللي اكزيست واحد كا كاين في ان ايطوال اللي كيحقق لي هاد لا ريلاسيون شنو هو هذاك كا وي ان دونك الا خديت كا ايتيغال ا شنو كنلقى كنلقى بان اكس اللي اون ريلاسيون مع اكس اللي ايكيفالون ندير كو اكس ايتيغال ا اكس وهنا ندير واحد الواحد هنا باش نبين دونك هنا ديمونتايز بان اكس اللي اون ريلاسيون مع اكس نيس مع هو راسو اوكي دونك باش نزيدو نفهمو ايماجيني عندك واحد لا ريلاسيون دو قلت لك اصغر قطعا سولتك قلت لك واش سيتي اون ريلاسيون اللي هي ريفليكسيف دونك انا نديفيني واحد لا ريلاسيون اللي نسميها اصغر قطعا يعني شاك اليمون ايغريك انفيريور ا اكس هادي لا ريلاسيون نسمي اكس هادي ماشي اصغر نسميها دونك نسميها ار باش اكس اون ريلاسيون مع ايغريك دو تيل مانيير ايغريك اللي انفيريور ا اكس Et si vous voulez la relation d'ordre, ou la relation à dit, c'est une relation réflexive. Je ne vais pas dire. Quand je dis ça, je ne vais pas dire que je vais dire x. Donc je vais dire que x est inférieur à x. Je ne vais pas dire. Et je vais dire que la relation d'ordre, mais là, n'est pas. Je vais dire la relation d'ordre. Je vais dire que la relation n'est pas réflexive. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas une relation d'ordre. Monsieur, les relations d'ordre, les kinin, ashnahom. Les relations qui m'ont dit générale, notion générale, qui m'a vraiment dit la relation. Y c'est kx, y c'est 7000x. Donc, vous avez dit la relation générale, quelconque. Monsieur, vous avez dit que 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 vous اوكي دونك حنا غادي نشوفوا هادي سيتيون تيب ديال لا ريلاسيون دونك هادي سيتيون ريلاسيون كيلكونك اي كتساوي كا اكس غنشوفوا ليكزيرسيس الثاني فيه واحد شنو واحد الكويسونس نشوفوا كيفاش غنتريتي اوكي صافا وي مسيو دونك هي لا كونكلوجي اللي وصلنا هنايا بان لا ريلاسيون اي ريفليكسيف دونك هادي اول حاجه بينت لنا سي بون نحاول دابا نبين بان اونتي سيميتريك يلا شنو معنات اونتي سيميتريك سا فو دير الا خديتي واحد اكس اون غولاسيون دونك حنا هاد لا غولاسيون رمزنا لها بحال هكا اوكي سوا تكتبو ار سوا تكتبو بحال هكا اكس اون الا كانت عندك اكس اون غولاسيون مع ايكغيك اي y en relation à x هادي شنو كتعطيني il entraîne x égale à y attends l'équivalent dire c'est نلقى x ما نقولوش y مي نقولو x il est en relation x est égal à y هذيك نقول انا x est égal à y يلا غادي نمشي نبدا بهاد شنو معنات x en relation مع y d'après la définition ديال la relation ديال اللي ديفينينا الفوق Ça veut dire que y est égal à kx, c'est bon? Qu'est-ce que c'est? X égale à ky. Ah, ça veut dire que x est égal. Maintenant, on va prendre k prime, k prime y. Je vais prendre le droit de k. Ok? Donc, je vais vous dire ici. دونك نشد هذه نشد هذه اذا y قلنا كتساوي kx و x قلنا كيساوي k بريم y دونك نعوض هذا x هذا بk بريم y سي بون يلا هادشي اللي ايكيفالون دير كوا اللي ايكيفالون دير كو y عامل k ناقص k بريم ايكال زيرو متفقين واش متفق معايا الوغ لا ريلاسيون دونك هما اون جينيرال دي ريلاسيون بينير وي ريلاسيون بينير حيت كان ديفيني اون ريلاسيون اونتر دو زاليمون في الجروب اوكي علاش سمينا بينير داكور دونك لحد الان واش كلشي مفهوم هنايا دونك انا مازال ما هادشي اللي كان هادشي اللي غنحاول نديمونطري هادشي هذا ولا غنحاول نديمونطري نبدا بهادشي بعدا خصهم يكون عندي جوج ديال الحويجات عاد خصني نديمونطري بان ايكغيك هي اكس يلا زيد انا وصلت لهنا Monsieur, pourquoi égal à zéro?
غير هنا راه شنو درت غير هاد y هاد كاكا بريم كاكا بريم y كتساوي y ياك y كتساوي كاكا بريم y يعني y ناقص كاكا بريم كتساوي صفر صافي ديالكو y عامل ناقص كاكا بريم ايغال صفر متفقين سيد وي سيد نقدروا دابا نديروا العكس نديروا y عامل داكشي كتساوي زيرو باش نبينهم راه كيتساوي بلاتي نرجع على ديفينيسيون اكس و y مالهم ان كوبل اكس y مالهم اللي نون نولا بعدا ياك عندي هنا واحد العلاقه لواحد العبانه اكس كتنتمي لان ايطوال y كتنتمي لان ايطوال ياك متفقين يعني y راه نون نول يعني هذه راه بحال عندك ايكواسيون شي حاجه فشي حاجه كتساوي زيرو صافي غير اما هذه الحاجه الاولى كتساوي زيرو اما الحاجه الثانيه كتساوي زيرو هذه الحاجه الاولى ما كتساوي زيرو ما يمكنش تساوي زيرو حيت كتنتمي لان ايطوال دونك شنو غادي يبقى ليا يبقى ليا واحد ناقص كاكا بريم ايغال زيرو داكو مفهوم هادي كار y قلنا الى بارتينا ان ايطوال يلا سير سا فو دير كو كاكا بريم ايغال واحد يلا شكون اللي بانت له هنا شي حاجه ça veut dire que k est égal à k prime x اذن x égal à égal à 1 خليها هكا شنو كنعرف على k مال k k و k prime حتى هما كينتميو لان ايطوال يعني سو سون بوزيتيف بوزيتيف و نون نول بيان سور ياك كتبوا لي الفوق ان اكزيست هاد k هذا حتى هو كينتمي لان ايطوال الا حطيناها في المقام ما غاديش يعني فوقاش تحقق لي هاد لا غولاسيون هادي فوقاش تكون بحق هاد لا غولاسيون هادي اللي كيكونوا ايغو كاين ماشي ايغو خصهم يكونوا ايغو كيساويو بجوج بيهم شنو هو العدد الوحيد اللي ضربتيه كينتمي شنو هو العدد اللي كينتمي لان خديتي جوج العدد اللي كينتمي لان ولا درتي الجداء ديالهم كيساوي واحد هو واحد هو واحد صافي ديال هاد لا غولاسيون كتعني حاجه وحده كتعني بانك كتساوي كا بريم كتساوي واحد مش سيل فوبلي علاش ما نقدروش نقولوا باللي كا كتساوي 1 سور كا بريم بلاتي الا درتي ليا كا كتساوي 1 سور كا بريم بامكان تكتبها وليني شنو كنعرف انا على كا بريم الا كانت كا بريم كتنتمي لان اوكي دونك نفترض بان كا بريم واحد العدد في ان اعطيني مثلا جوج جوج كينتمي لان ياك ان ادوار ولكن واحد راه الا عاودتي هاد كابريم بجوج شنو تجيني تجيني كا كتساوي واحد على جوج هادي كونتراديكسيون مشكل ماشي مشكل انا كنعرف بانك كتنتمي لان ايطوال وي وي مسيو كاش تكون كتساوي يعني شنو هي الحاله الوحيده باش يكون عند هادشي متحقق خص تكون هاد كابريم كتساوي ايغال ا اي ايغال ا ضروري خص تكون كتساوي واحد وغادي نرجع دابا لقيت بان كا كتساوي كابريم دونك الا كانت عندي اكس ايغريك ايغال ا كاكس و اكس ايغال ا كابريم ايغريك سافي دير تو سامبلومون بان اكس دونك هادشي كامل بان x y égal à x ايكيفالون تيغ كو y égal à x متفاهمين الدراري نعاودها مفهومه سير الكوريكسيون تبقى عندنا وي غنخليها لكم غنخليها لكم ما تخافش تبع معايا غير حاولوا غير تفهموا بيان سيغ كيما قلت لكم هذيك المره في الميكانيك بان هادشي راه غادي تعاودوا غادي تعاودوا الفيديو في المره الاولى مي ابري غادي تبقى تعتمدوا غير على لي نوت اللي كنكتب انا وصافي غير في الاول باش تعاود هاد لي نوصيون كاملين حيت راه هادشي اللي كندير دابا راه البروف راه تلقاه ديالكم راه داز عليه زربه خفه اوكي غنحاول نشوفوا واش فهمتوا هادشي بهاد ليكزامبل الثاني دونك انا خديت شويه دي زيكزامبل اللي ماشي معقدين رغم ما كيعطيكش دي زيكزامبل ساهلين اوكي يلا شنو هي لا غولاسيون اللي عندي هنا عندي واحد لا غولاسيون ما بين اكس واي انتما كتبوها بحال هكا باش ما تلوحوش لا غولاسيون اونتر اكس واي تيل كو الي اكزيست واحد ان ابارتينا ان ايطوال tel que y est égal à x à la puissance n. Donc, c'est une relation de puissance. OK? Ah, là, c'est pas comme ça. Ah, bien l'antisymétrique, il y a une chose d'autre. Ça va, il y a une relation de puissance. Là, c'est une relation de puissance. Monsieur, je vais faire... Faire l'exemple, c'est un exemple. من وراء ما قلنا باللي كا ايغال ا كا بريم ايغال ا علاش ديريكتومون من وراء قلنا باللي ايغ ايغال ا كنرجع للاول كنرجع لهنا الا كانت كا هو كا بريم وكتساوي واحد
ça veut dire quoi? Ça veut dire que y est égal à x ou x est égal à y. Ça veut dire y est égal à x ou x est égal à y. Voilà. Voici les barres noires là. Après, on vient bien x est égal à y. Vraiment? Oui, monsieur. فهمتيشني انتيسيميتريك انتيسيميتريك الا كانت عندك اكس الا خديتي اكس اون ريلاسيون مع ايغريك اي خديتي ايغريك اون ريلاسيون مع اكس الا ايكيفالون ا دير كو اكس ايتيغال ا ايغريك انا طابت من هنا وبينت بان اكس كتساوي ايغريك عندوز دابا الترانزيتيف اوكي يلا سي لا ترانزيتيفيتي لا تدري ديال الاس بي تي والبي سي فهموا الا فهموا دري الاس بي تي والبي سي صافي ندوز او تكنو حيت هما ما كيتعاب ما كيافونسيش في الماط بزاف لا في الباك وي وي فهمت داكو دونك كلش وي وي بزاف داكو صافي الا فهموا هذاك هذوك من الريفيرونس ديال بلاتي نحيد غير هاد بغيت تحيد ندير الله ما نبغاش تحيد OK. Transitivité, ça veut dire quoi? Je connais le carnet. Ça veut dire que quand tu as x en relation avec y, ou y en relation avec la relation de la z, il est équivalent à dire que x il est en relation, relation avec z. Ah. Donc, on va dire que c'est la relation avec la relation. X en relation avec la relation. تسمع والو ها عاود ديزاكتيفي الميكرو وكتب ميساج اوكي حاولوا ديزاكتيفي الميكرو اللي سال لا كيسيون ديالو اوكي دونك هذا ما طلعش عليه هنايا اوكي نرجع للاخر ديالي دونك اكس اللي اون ريلاسيون مع y حنا نعطينا لا ريلاسيون ديالي بهاد العلامه هادي بهاد الرمزه هادي z اي y en relation à Z. Donc, ça veut dire quoi à juste le huijat? Monsieur, je suis le Marocain qui se boit dit qu'en relation à un symbole fichkel. Là, je suis mort de Timarin, Galulie, bien R, qui est celle de Ramzada, Taula de Ramzada. La relation à Taula de Ramzada. Donc, je me suis dit, mais c'est pas ma R, quand je vous dis ma R. Ah, ok, monsieur. Oui, Omar Mzali, Halaka, Mhsam Ramzia. Et là, ça veut dire quoi X en relation à Y? Ça veut dire, il entraîne. L'existence de K et K' appartiennent à N étoile, et que, je me disais que X est en relation à Y, ça veut dire que Y est égal à K fois X. Je me disais que Y est en relation à Z, ça veut dire que Z est égal à K' fois Y. D'accord? Et alors, je me disais que l'indirnaire. انا كنقلب دابا وما تنساوش لوبجيكتيف ديالي كنقلب واحد لا ريلاسيون ما بين اكس والزد هذه لا ريلاسيون كنقلب عليها نعوض اي غريك نعوض هاد اي غريك بخيمتها دونك شنو غادي تجيني الى عوضتي زد ايكال كابريم كتساوي كابريم و اي غريك نعوضها بكا اكس متفقين وشنو كنعرف واش الزد شنو قلتي واش الزد حنا اللي افترضناها ما كايناش لا بلاتي هنا كنهضر على لونسومبل ياك عندي لونسومبل ياك اونسومبل ان ايطوال ياك لونسومبل ان ايطوال لحد الان كنهضر على لا ريلاسيون بينير يعني خصني ريلاسيون بين جوج ديال الاعداد اكس و ايغريك داكور دابا شنو كتقول لي هاد الترانزيتيفيتي كتقول لي الا خديتي واحد جوج ديال لي زيليمون مثلا اكس واي وخديتي ليليمون الثاني اللي هو الاي وقارنتي عاوتاني خديتي لا ريلاسيون مع واحد الزد واحد اخر ياك حتى هو كينتمي لان ايطوال واش كاينه شي ريلاسيون بين اكس والزد بحال الانيغاليتي تريونغيلا واش كاينه واش هذه لا كيسيون اللي نجاوب عليها واش كاينه شي ريلاسيون بين اكس والزد دونك بحال عندك علاقه ديال الشرط عندك اكس اون ريلاسيون مع واي اون ريلاسيون مع الزد واش كاينه شي ريلاسيون مع اكس والزد الا لقيتي هذيك لا ريلاسيون كاينه كتقول بان ترانزيتيف سي بون وي سي بون دونك انا دونك هادي هكا كنكتبها دونك كتاخد اكس مع ايغريك والايغريك كتاخد اون ريلاسيون مع الزد صافي دير كوا اكس اون ريلاسيون مع ايغريك صافي دير كو ايغريك الي اكزيست واحد كا تيل كو ايغريك ايغال كا اكس صافي دير كوا ايغريك اون ريلاسيون مع الزد صافي دير كي اكزيست واحد كا بريم تيل كو زد ايغال كا بريم فوا ايغريك سي بون عندها جوج ديال لي ريلاسيون
D'accord. من هاد جوج ديال لي غولاسيون خرجت هاد لا غولاسيون هادي. إذن زد كتساوي ك بريم فوا ك فوا إكس. إذن نسمي أنا ك بريم كي أبارتين على الإكوالير. أو البرودوي تاهو غادي يكون كينتمي لإنعطو غنسميه كغون ك. إذن زد كتساوي كغون ك فوا إكس. وهادي شنو ديمونطريت هنا بينت بأن زد إلي اون غولاسيون مع إكس أولا قلنا رمز لها بحال هكا. مفهومة؟ أولا إكس اون غولاسيون مع زد إكس حيت قلنا الثاني هو الأول كنكتبو إكس عاد مورا زد أنا هكا ديفينينا لا غولاسيون. إذا إكس إلي اون غولاسيون مع زد واش مفهومة هذا؟ علاش إلي اون غولاسيون مع زد؟ حيت بينتي كتكتب على شكل زد كتساوي ك فوا إكس وهذه هي التعريف ديال لا غولاسيون اللي ديفينيت أنا. هذه التعريف ديال إكس. إلا شديتي غاد إكس إيكغيك حيت هاد إكس وإيكغيك كيلكونك ممكن نعوض إكس بزاد ولا إيكغيك بزاد و... إذا زد كتساوي تا هي كا إكس. أوكي شكون اللي طرح شي كيسيون؟ هاد لا غولاسيون التالية هي أسهل وحدة في الديمونستراسيون هاد لا ترانزيتيفيتي. كتب لي التانية واقيلا هي اللي فيها الخدمة على وي التانية اللي وي التانية اللي كتكون فيها شوية خاصك تبان لك شي دونك اين فوا غادي نخدمو بزاف ديال لي غولاسيون دور غادي الدراري ندوزو الماكس والبورن هذاك التخربيق هذاك وي مسيو. اوكي ولا نعطيو ليكزومبل ديال الاصغر او تساوي دونك قبل ما ندوز للاخرى نرجع غير للكور. اوكي دونك الا خديتي دونك هذه واحد لا بروبوزيسيون ما عرفتش واش هضرت عليها بروبوزيسيون proposition donc c'est démontré normalement la relation asghar ou tساوي اللي كتعرفوا sur R est une relation d'ordre comme vous voulez bien c'est une relation d'ordre total. OK نبينوها بين الهضره هذه حيت سهله دونك يلا شي واحد يكتب عليا علاش هي une relation d'ordre. Donc un double la réflexivité, réflexif, c'est une bine bien réflexive. Donc il a dit x, il a dit x qui est un r pour tout x. Donc c'est quoi l'échelle pour tout x. Pour tout x appartient à r. Donc on a un r bien x, il est inférieur ou égal à x. Quelle est la relation de Mackenzie? Idem, il est réflexif. C'est bon? Deux antisymétries. يعني الى خديتي واحد اكس و واي كي ابارتينا ار اوكي دو تيل كو دونك الى كانت عندك اكس انفيريور ا واي واي اللي انفيريور ا اكس سافي دير كوا الوغ شنو عندي هنايا الى كانت اكس انفيريور ايغال ا واي واي اللي انفيريور ايغال ا اكس سافي دير اكس ايغال ا واي ها هي لا غولاسيون لونتيسيميتري بانت ندوز دابا ترانزيتيف هادي ساهله شي شويه حيت ماشي غولاسيون اللي معقده ترانزيتيف. Donc, il a dit x, y, z qui est égal à r. Donc, si x inférieur à y et y il est inférieur à z, alors, il a dit la démonstration est égal. Il a quand x égal à y ou y x inférieur à z. Et donc, x mais là inférieur à z. X inférieur à z. Je suis d'accord. دونك هنا ما كاينش بزاف لي ديمونستراسيون راه باين. مسيو وي سا فو دير طوطو ما سمعتش فو دير اون غاسون دور دوطا ما سمعتش مزيان اون غولاسيون دور توتال توتال فوقاش كنقول على واحد كنهضر على لوغ توتال هي الا خديتي نامبورت كيل اليمون اكس و نامبورت كيل اليمون ايكغيك من هذيك لونسومبل ديما بامكاني كومباريهم بامكاني ندير لا كومباريزون هذه هي معناتها توتال. دونك كيل كو سوا اكس كيل كو سوا ايكغيك اوكي هاد لا غولاسيون صالحه كيما بغات تكون اكس ما كاينش ليكزيستون ماشي غير واحد اكس ولا واحد ايكغيك ولا واحد البارتيه من لونسوم
صالحة لونسومبل كاملة ديال R عندك توجور هاد لي غولاسيون هادو دونك علاش زدت هاد لو تيرم توتال حيت صالحة بوغ نامبورت كيل كيلكو سوا إكس هنا لاحظت راه درت كيلكو سوا إكس كيلكو سوا إكس إيكال زيرو أوكي يعني صالحة بوغ تو زيليمون ديال المجموعة ديالي دونك فاش كتكون صالحة لا غولاسيون دوغ بالنسبة لزيليمون ديال المجموعة ديالك كاملة كتقول بأن إلي توتال ولا كانت عندك واحد لونسومبل ميني ديال غولاسيون توتال كنقول بان اي لي توتالمون اوردوني يعني بامكانك تقارن نيمبورط كيل دو نومبر فهاديك المجموعه ديالك سي بون مشي وي غير لا بارتي تاع ريفليكسيف باقي ما فهمتهاش مزيان عندنا هنايا اكس كيكسو اكس بارتي ا ار اكس انفيريو ايغال ا اكس باقي لا غولاسيون بين اكس و اكس لازم نمشيو غير بشويه لا غولاسيون ديالي اللي ديفينيت هنايا شنو هي هي اصغر او تساوي اللي كنعرفو حنايا في الماط ياك الا سولتك الا درتي هنا اكس الى اون غولاسيون مع اكس واش الي ايكيفالون ا دير كو اكس الي تانفيريو ايغال ا اكس واش هادي فري واش هادي الي فري ولا ماشي فري فري الي فري دونك الي اونتي سيميتري الي ريفليكسيف وي دونك كنشوفو الى كان دي زيكزامبل واحد اخرين دابا نعاودو دابا نرجع لهم دونك عقلوا لي هاد لا بروبوزيسيون ولا هاد البروبريتي سميها ار 2 باقي لي ارشميديان دونك هادي بروبريتي دارشميد نسميها لا بروبوزيسيون نيميرو 3 بروبوزيسيون ار 3 اوكي دونك هادي هاد لا بروبوزيسيون اللي غادي تعاوني باش نديفيني لا بارتي اونتيير دونك ار كنقول بان ار دابا كنهضر على ار ار اللي ارشميديان يلا شكون اللي فكرني فوقاش يكون ار اللي ارشميديان الا خديتي نيمبورط كيل اكس كينتمي ل ار ديما تلقى ديما واحد لونتي ان كي ابارتينا ان تيل كو ان كبار ان اكس سوبيريور ان كبار دو ايغريك سي بون يعني اللي اكزيست توجور كيما بغيتي تاخذ واحد اكس من ار ديما غادي تلقى واحد لونتي كبار منه دونك هذه بروبوزيسيون دي زيكزامبل هذه بروبوزيسيون اكزامبل كيما اي عدد اختاريتي دونك هذه اللي تعاون باش نديفيني لا بارتي اونتيير دونك هادشي علاش درت بان ار هي ارشميديان اي عدد اف خذ مثلا راسين 2 بامكاني نلقى واحد شحال كتساوي راسين 2 هي واحد فاصليات بامكانك تلقى واحد العدد ان اللي هو اونتي اللي كبر منه تو سامبلومون دونك هذا نورمالمون ايفيدونت في ار باين اي عدد اختاريتي غادي تلقى ضروري تلقى واحد لونتي كبر منه اوكي كيما قلت لكم هذه غادي تعاوني غير باش نديفيني لا بارتي اونتيير اوكي دونك سوا اكس دونك غادي نديفينيها دابا كاين اللي شافها في الباك اللي غادي يشوفها مره سوا اكس ابارتينا ار دونك دابا غادي نديفيني ديفينيسيون اوكي لا بارتي اونتيير de x اللي غادي نسميها e de x اوكي دونك كيفاش كنديفيني هاد لا بارتي اونتيير كتاخذ واحد الاكس كي ابارتينا ار دونك كيما قلت لك بامكانك تلقى توجور واحد لونتي ان اللي هو غادي نسميه e x زائد 1 دونك هادي سي اون فونكسيون كندير رمزها يعني x اي عدد في ار بامكانك تحصر ما بين جوج ديال الاعداد كينتميو لان غادي نرسموا هاد الداله هادي باش يبان لكم اوكي مثلا كتسمى فونكسيون اون اسكالي شنو قلتي قلت لك كتسمى فونكسيون اون اسكالي وي فونكسيون اون اسكالي يعني اي عدد اكس مثلا قلت لك شنو هو خديتي مثلا راسين 2 ياك راسين 2 كاين هنايا إذا كتلك شنو هو لا بارتي اونتيير ديال راسين 2 شنو كدير مثلا هنا عندك واحد هنا عندك جوج هنا عندك ثلاثه وانت غادي اوكي دونك شنو هو لا بارتي اونتيير ديال اكس ديال راسين 2 دونك راسين 2 بامكانك تحصل ما بين جوج بين واحد وواحد زائد واحد ما بين واحد وجوج اللي هي واحد زائد واحد اوكي شي بعض المرات دونك نعطي واحد دي زيكزامبل شي بعض المرات يقولك عطيني لا بارتي اونتيير ديال 2.85 شنو هي لا بارتي اونتيير ديال 2.85 مثلا 2.85 دونك جوج وثلاثة دونك هي جوج
حيت قلنا هذا هو او اكس، هذا اللي كيكون هنايا هذا راه هو او اكس، وهذا اللي كيكون هنا راه هو او اكس زائد واحد. انا كنقلب على او اكس ياك، دونك شنو ديري ما كنقلب على الصغير مثلا 2.85، دونك غنديرها هنايا. هنا قلنا عندي واحد، هنا عندي جوج، هنا عندي ثلاثة. دونك بلاتي نورمالمون مسيوش هذيك داك التكتير ديال اكس، ما سمعتش داك التكتير ديال اكس بارتي ديك لابارتي ديال او دو اكس بلس ا خاص يكون انفيريور ستريكتومون. لا لا انفيريور تيغا هنا في هذه القنت هذه، وي هنا بامكاني ندير انفيريور ستريكتومون. وي دونك باش نحيد، دونك علاش درنا انفيريور ستريكتومون نعاود نكتبها. دونك هاد لا فونكسيون هنايا دونك كتبدا من هنايا غير باش نحيد هاد لي بوين اللي عندي فيهم مشكل. هنايا ندير هنايا وانت غادي حدا كتبقى مسدوده والاخرى باش وي دونك غير باش يبقى لك هنايا ناخذ هاد لي بوين هادو هادو ما داخلش. اوكي دونك الا بغيتي تلقى مثلا لا بارتي اونتيير ديال 2.85 كدير الاسقاط هكا شنو كتعطيك هي جوج. سي بون دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا بارتي اونتيير، يعني ديما غادي تلقى واحد العدد ان اللي بامكانك تحصر اكس ديالك ما بين او اكس و اكس زائد واحد. مفهوم هذه؟ دونك هاد لا بارتي اونتيير تي فيها بزاف ديال لي بروبريتي ما غاديش ندخلو فيهم. بيتيتر نقدروا ندخلو فيهم الا درنا شي تمارين، مي دابا كيبان ليا نفضل ندوز للسيب و لانف اكسيتيرا اكسيتيرا. نمشيو حنا ابسيلون بس ما الابسيلون الاستاذ ركز عليها باش عرفنا ما سمعتش اللي هضر ما كنسمعش. استاذ قلت لك حنا الاستاذ ركز عليها. عندك مشكلة استاذ محمد، واش غير انا اللي ما كنسمعكش ولا كلشي؟ استاذ وي استاذ قلت لك لا لا والو ما كتسمعش، كتبدا في الاول كتسمع في الاول لان اون فوا كتهضر كتقطع. وي الصوت ديالو عنده مشكلة. وي عنده مشكلة. غا استاذ دابا واش هادشي مفهوم؟ قبل ما ندوز لي بروبريتي ديال هاد او اكس يسرى جينيرالمون مزيان جينيرالمون صافي. انا لا ولا خلو ما عندك شويه ديزاكتيفي الميكرو. اوكي دونك غادي نفهموا الماجوروم مينور ماكسيموم مينيموم، غادي جو بونس با يكون عندكم مشكل. يلا نمشيو دابا لغايب شويه، ناخذ واحد 5 دقائق ولا نكملوها نجبدوا عليها. بس نجبدوا عليه اكمل لك غايب شويه دابا ركزوا معايا غير فهاد هادو هنا كاين غير لي ديفينيسيون جو بونس با غادي تلقاو مشكل انتما تلاحظوا. اوكي دونك الا لقيتو مشكل فيها مشكل انا ما عرفتش مصلحه دونك بري. اوكي داكور وغادي نعطي دي زيزون بزاف. دونك شنو كنقول بان ام فوقاش كنقول ايتا ماجورون؟ ايتا ماجورون ديال واحد لونسومبل اكس سي الا خديتي نيمبورط كي اكس كي ابارتين هذيك المجموعه اكس غران اكس اكس كيكون انفيريور اكس اللي تنفيريور تيكا لهذاك العدد ان. نديرو بلي زانتيرفال باش نفهمو، كاين نخدم بلي زانتيرفال باش نفهمو مزيان. اوكي دونك ايماجيني اكس هو واحد لانتيرفال، حيت اكس راه مجموعه تقدر تكون مجموعه ديال الاعداد في واحد لانتيرفال ياك، هذا هو اكس ديالي هما هاد الاعداد كامل اللي كاينين في واحد لانتيرفال في ار. اوكي دونك شنو هما الا بغيت نحط هاد لا كونديسيون هادي، شنو معناتها هاد لا كونديسيون هادي درت انايا؟ هما الاعداد اوكي اللي كبر كاين، الا خديتي نيمبورك كيل اكس كتلقى واحد المجموعه ديال الاعداد اللي هما هادو اللي عندي هنايا، هاد الاعداد كامل اللي عندي هنايا شنو هي البروبيتي ديال العدد اللي عندي هنايا؟ مالهم؟ كبر من العناصر كبر من جميع العناصر اللي كاينه في وسط المجموعه، دونك هذا كنسميه ماجور. غندوز دابا للديفينيسيون ديال المينور.
est un minorant de l'ensemble grand X. Si vous avez un grand X, vous avez un ensemble. Je vais vous أطلق بأن M واحد كين واحد العدد M صغر صغر جميع العناصر اللي كينا في X ندوز اللهم كعبال نحطه هنا دونك خديتي واحد مجموعة X بحال دابا نفس المجموعة اللي حضرت عليها قبيلات هذه أوكي شنو هما الأعداد الحقيقية اللي صغر من جميع العناصر اللي كينا في X هما هاد العدد اللي كينا لتحت اللي كينا هنا من موالا فيني حتى لهنا الأعداد كامل دونك هاد الاعداد كاملين كيتسموا دي مينورو ماشي غير عدد واحد مينورا ما كاينش واحد كاين بزاف ديال لي مينورو هنا فين تدي لي مينور مفهومه ماجور مينورو وي وي هادي بارتي زوينه هادي يا لا زوينه سير 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 نقدر ما يكونش يا بارتي ان الانترفال اللي داك اللي بالاحمر ماجور ام قلت لك كما بغى يكون يقدر يكون كينتامي ل اكس يعني يكون هو هذه النقطه هذه اللي كاينه هنايا مي قلت لكم بان ام هذا المينور والماجور راه ني با يونيك يقدر يكون عندك بزاف عاد نديفيني واحد 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 المينور اللي يقدر يكون كينتامي ل اكس غادي نسميه نعطي واحد السميه حيت داك واحد العدد سبيسيال ياك كاين واحد المينور هنايا ياك فهاد الاخر مال شنو هي البروبيتي ديال هذا المينور اللي كاين هنايا كينتامي ل اكس وفي نفس الوقت مينور هذا كنعطي واحد السميه عاوتاني في الماط نفس القضيه بالنسبه للماجور كاين واحد الماجور هنايا اللي كبر من جميع العدد اللي كاينين في اكس ولكن كينتمي للمجموعه حتى هو غادي يعطي واحد السميه اولى نعطيهم كل حاجه نعطيها سميه فروما داكور يلا ندوز بعدا للماكسيموم دونك فوقاش كنقول بان ام اي ماكسيموم ام اي لو ماكسيموم لوغسك لا بارتي تري بيان دونك ام اي لو ماكسيموم دو غران اكس لوغسك لا ماجور سي ام هذا بعد ديفينيتو سي ام كينتمي ل اكس اي ام ماجورون ماجورون خصو يكون ماجورون بحال هذا العدد اللي عندي هنايا شنو البروبريتي ديال هذا العدد العدد اللي عندي هنايا راه ماجورون وفي نفس الوقت كينتمي ل اكس اولا كنقولوا لو بلو بوتي دي ماجورون هو اصغر ماجورون كاين خوف وي دابا الماجورون يقدر يكون اونسومبل الماجورون عدد ماشي اونسومبل عدد غير هذاك العدد ماشي يونيك يقدر يكون عدد هنايا يقدر يكون هذا اللي هنايا يقدر يكون هنا دونك يمكن لي نقول يمكن لي نهضر على لونسومبل ديال لي ماجور مثلا قلت لك شنو هو لونسومبل ديال لي ماجور اللي كاين هنا تقول لي مثلا واحد الواحد مثلا هنا حتى لانفيني دونك هادو راه كاملين دي ماجور دي ماجور وي وي اوكي والماكس هو لو بلو بوتي دي ماجور دي ماجور تري بيان دونك انا عطيت هو التمثيل ديالو دونك رجع لنفس لانترفال حيت لانترفال صح هاد ار كيكينيني بزاف ديال الحوايج كنفهمتي لي ديفينيسيون قبل ما ندوز للجينيراليزي هاد الشيء عاوتاني جو اي لوغس اكزيست دونك الا خديتي عاوتاني داك اكس ديالك اوكي دونك قلنا بان لي ماجورون ديالي هما هادو اللي كاينين كاملين هنايا هاد العدد كامل اللي كاينين هنايا كاين واحد الماجورون هنايا واحد الماجورون هنايا كينتمي ل اكس هاد ام هذا كينتمي ل اكس وفي نفس الوقت سي تا ماجورون دونك شنو قلنا هذا غادي نسميه هو لو ماكس دو اكس اوكي بيان سور هذا كيكون يونيك كاين غير واحد ما كاينش بزاف كيكون غير واحد سي بون دونك هاد ام نسميه لو ماكس دو اكس نديرو هكا بين قوسين نفس القضيه بالنسبه للمينيموم دو اكس شنو هو المينيموم ديال واحد اكس كتجي لهنا كتراسي لي مينيرون كاملين هو لو بلو غون دي مينيرون واحد هذا العدد هذا كاين واحد العدد هنايا سي تا مينيرون في نفس الوقت كينتمي لونسومبل سي تا مينيرون كينتمي لاكس وفي نفس الوقت سي تا مينيرون اوكي دونك هذا العدد غادي نسميه لو مينيموم دابا سي بون فهم هاد لي ديفينيسيون اكس اي لو مينيموم دي اكس سي قلنا ام الى بارتيان ا غراند اكس ياك اي ام اي مينور دو اكس بيان سور مسيو عندي واحد لا كيسيون واش الماجورون
Le majorant ou le minorant ou la le borne supérieur ou l'inférieur ou je dois ressembler une famille ou l'ouhad le chi ensemble مثلا r ou la z ou la بلات بلات بشويه دابا مازال ما دافينيش واحد العدد عاوتاني بيان سبيسيال هي راه شي واحد طرح السؤال قال لك الا انترفال هنا اوفر لا انترفال اوفر هذاك عاوتاني خصني ان ديفينيسيون ماتيماتيك واحد اخر غادي نسميه البورن سيب والبورن عاد ما كنتمفهم فهمتوا اللوجيك ديالي فاش غادي دونك اي حاجه جديده في الماء خصني نعطيها ان ديفينيسيون دونك بالنسبه للماكس والمين شنو قلنا بالنسبه للماكس والمين خصهم ضروري يكونوا كينتميو للمجموعه ديالك ياك هادشي علاش متفقين عليك كتبت لكم هنا ام اوكي ام خصو يكون الله راه غتكتب اوكي خصو يكون كينتمي للمجموعه هذيك هذا هو الشرط بعدا الاول عاد يكون مينور يلا دونك نديرو تاع نديرو له الاخر باش يبقى عندكم في الصح دونك شنو هو المينيموم الا خديتي عاوتاني نفس المجموعه ديال اكس اللي هو انترفال في هذه الحاله لونسومبل دي مينورون هما هادو كاملين كاين واحد المينورون اللي سبيسيال اللي كينتمي لX وفي نفس الوقت M مينورون الا كان شي عدد كيجمع ليها جوج لي بروبريتي غادي نسميه لو مينيموم دو X نسميه بيتيت M هو المينيموم دو X داكوغ وي غندوز دابا الى كلانترفال فيرمي اوفر زعما دونك يندوز سوب ليلا يلا تقول الانترفال ديالنا باش نفهمو السوب ولا دونك ايماجيني عندك اكس وين عفاك شنو هما لي كيستيون نقدروا نطيحوا في هاد البارتي هادي كيعطيك واحد لونسوم كيوجب ليا مينورون مينورون ماجورون شنو هو البورن سوب شنو هو البورن ان مثلا كيعطيك واحد لانترفال يقدر يكون ديفيني با انترفال فاش كيكون كيعطيك انترفال راسال جبد مينورو شي بعض المرات كيعطيك ان سويت يو شنو هو المينورو ماجورو ديال هاد لا سويت اوكي دونك حنا غادي نشوفوها نمشيو غير بشويه ما تقلقوش هذا اكس ياك الا سولتك هنايا شنو هما لي ماجورو هادو كاملين قلنا دي ماجورو كاملين هاد العدد اللي عندي هنا نسمي هذا ا دونك باش نسمي هذا ا وهذا هو بي كاين هنا واحد العدد بيان بارتيكولي واحد العدد كاين هنا اللي هو بي هاد بي شنو كنلاحظ الا سولتك هاد النقطه بي شنو هي البروبريتي ديالها ابارتيان با ل الا سولتك واش بي سي تا ماكسيموم بعدا بلاتي نبدا واش بي تا ماكس نو علاش نو باسكو الانترفال محلو مفتوح بين ابارتيان با بين ابارتيان با الانترفال حيت قلنا باش يكون ماكس ولا يكون انف خصو يكون كينتمي لاكس هنا بي راه ما داخلش في الاكس راه نقطه خارجه على الاكس حيت الانترفال اوفر اوكي هنا الانترفال ا بي او بي ما داخلينش سي بون دونك هذا واحد العدد لي سبيسيال اوكي دونك خصني نديفيني هاد لوبجي اوكي دونك هذا ني با ماكس دونك خصني نديفيني هاد لوبجي ماتيماتيك دونك اون فا ديفينير دي غادي نسميه لو سوب دو اكس لي هو شنو كيمثل ليا لو بلو بوتي دي ماجورون اوكي نفس القضيه بالنسبه لا هذه النقطه ا غنسميها حتى هي مازال ما ديفينيتها هي لانف دو اكس اللي كتمثل ليا لو بلي بوتي لو بلي غون ديال لي مينور ندير واحد الوقفه تامليه واش فهمنا هادشي كامل لحد الان غنشوف الميساج مسيو واش كاينه نقرا غير الميساج وي سي كلير D'accord, spécifique, rédiger la réponse. Fait là. Alors, à Blaise, d'abord, Amazon m'a dit que je n'ai pas de cipoulin. Amazon m'a dit la définition mathématique de cipoulin. Ok, je suis donc à la partie Zouena. Au moins, Amazon. Ok, Koulish, je n'ai pas au moins de la réponse. Je n'ai pas de Koulish, je n'ai pas de Koulish, je n'ai pas de Koulish, oui, il y a un cipoulin, mais il n'y a pas de X. Il y a une définition de cipoulin qui est définie.
سي بولان فراه ما كينتساويوش الاكس ولكن سو سون لي بلو بوتي ماجورون ولي بلو غرون مينورون هادشي اللي كنعرف عليهم سي بون مسيو اها عرفتي اللي غادي يشوف هاد لونغوجيستمون بقا يسمع غير مسيو مسيو اها يلا ملك مسيو كيفاش نعرفوا واش ان انترفال نون فيد شنو معناتها انو ان انصومبل فيد و انصومبل نون فيد ما في حتى شي اليمون ولكن حتى شي هنا راه عندك بزاف ديال ليزيمون صافي غير نون فيد حيت شفت واحد في سوبور اللي عطاتنا البروف ديالنا ماش كانوا دايرين شي كانت دايره لينا شي ديمونستراسيون كيفاش تعرف واش ما عرفتش واش ان انصومبل فيد ولا نون فيد اوكي حتى تصيفطيه ليا اوكي داك OK, ça c'est un exercice. D'accord. OK, donc d'abord, on a la définition de l'adabi. Le plus petit des majorants, ou moi qui n'ai pas X. Le plus grand des minéraux, ou moi qui n'ai pas X. Donc, on va dire l'adabi. On dit la définition formelle. Là. Et là, c'est pas mal, c'est comme ça, moi qui ai une définition formelle. Alors, je vais vous définir ça. حيت بزاف ديال لي ديمونستراسيون واخا تدخل لا كونتينيتي لا لي انتغرال ديما غتبقى توقف على المينوسيب كتحتاجو بحال ايبسيلون حتى هو داير دايوغ هنا فين ندخل ايبسيلون دونك اللي سولنا قبلت على ايبسيلون خصني ندخلو هنايا ديال هذه الفرصه ديالي يلا سير ناخذ واحد اكس انكلودون ار سافي دير كوا انكلودون ار سافي دير تو لي زيليمون دو اكس كاينين في ار اوكي يلا شنو قلنا بالنسبه للسيب دو اكس شنو قلنا بالنسبه للسيب دو اكس يلا يكون ماجور كنا اول حاجه لو بلو بوتي ماشي غير ماجور سيكون لو بلو بوتي دي ماجور او ماجور دو كونديس دو اكس داكور وي دونك سني ماجور ديجا ديفينيس ماجور ماتيماتيك ما عرفناش شنو ديفينيس ديال ماجور ديال واحد اكس يعني ام سوبيريور كو لي زيليمون ديال اكس ولكن دابا خصني ديفينيس مع بلو بوتي اوكي افسيرا هذه خصني خصني نترادوي هذه نترادويها ماتيماتيكمون ترادوي هذه يلا نمشيو غير بشويه حتى تفهموها لي ونعطيكم واحد ليكزيرسيس صوبوا لي دونك ام قلنا سي ايت ايغال سوب ديال اكس الا كانت ام غنعاود غير نفرقها جوج حيت هذه جوج جمل رياضيه نحاول نفرقهم باش يسهل عليا الترجمه قلنا ام اي ماجورون دو اكس شنو معنات ام اي ماجورون دو اكس Ça veut dire, quel que soit x, c'est-à-dire qu'on a le foire à quel que soit x, c'est-à-dire que l'ensemble. X inférieur ou égal à m. X, il est inférieur ou égal à m. Très bien. En deux d'abord le plus petit. Ah ah, le plus petit possible, nous disons. Allez, l'exemple d'abord. Nous avons la traduction mathématique d'hier. Voilà, d'accord, il y a un epsilon. اوكي بلاص نرجع للانترفال ديالي باش تفهموني مزيان هاد لابارتي حيت لوبجيكتيف ديالي ماشي غنعلمك نعطيك اكزرسيس ونبقى ندير الكوريكسيون ديال ليزيكزرسيس الكور راه حتى هو خصني نعطيه واحد وقفه كبيره الكور ديما الدار تعطيه الدراري وقفه كبيره ماشي نيشان تبقى تمشي للتمارين نفهم لي ديمونستراسيون ديال الكور وعاد ندوز للتمارين اوكي علاش الا فهمتي الديمونستراسيون ديال الكور تفهم لاناليز دو تفهم لاناليز 3 تفهم لاناليز 4 تفهم لاناليز كامله اما الا بقيتي كتخدم غير التمارين كتمشي نيشان التمارين فاش دوز لاناليز 2 ما غاديش تعرف شنو هي العلاقه بين لاناليز 1 ولاناليز 2 فاش تمشي لاناليز 3 ما تفهمش العلاقه شنو هي بين لاناليز 2 ولاناليز 1 نورمالمون كاملين دي زاناليز يعني خص يكون شي مركب عليه اما فاش كتفهم الكور ديال لاناليز 1 غادي تلقى لا غولاسيون ما بين هاد الماط كامل اللي كتقرا داكور دونك انا نرجع لهادي نرجع للانترفال ديالي باش يبان لكم هادشي اوكي يلا هو الانترفال ديالي غنحاول ندخل دابا ديك ايبسيلون هاد النقطه هادي قلنا هي اللي دايره لي مشكل ياك هادي اللي خصني ندير فينا لو بلو بوتي ديما جونغون اللي هي بيغن صافي الا سولتك نسميها ام نخليها ام نسميها ام اوكي هاد الماجورون هذا شنو هي البارتيكوليتي ديالو الا جديتي ام نقصتي من واحد ايبسيلون بوزيتيف كيل كو سوا ايبسيلون بوزيتيف شنو كتلاحظ واش ام ناقص ايبسيلون كتبقى ماجورون ولا لا لا الا جديتي واحد
epsilon positif, هذه هي m ناقص epsilon. Donc m ناقص epsilon هي هذه النقطة هذه مثلا. إذا سولتك m ناقص epsilon ما بقاش ماجور، علاش ما بقاش ماجور؟ حيت بإمكانك تلقى واحد عناصر في x اللي كبر من هذا m ناقص epsilon. يلا نكتبوها. نكبا ماجور، متفقين على هذه القضية. داكور. حنا شنو ديفينينا قبيله؟ ديفينينا شنو هو الماجور، وهنا عطيني واحد العباره هذه فيها ني با ماجور. دونك شنو غادي ندير؟ نكتبها بحال هكا اي ماجور. عرفتوا هذه الكتابه هذه؟ هذه كتعني نون نون كيو. دونك فاش كنقول لك بي وكندير لك واحد العباره رياضيه بي وكندير لك واحد بي بار، هاد بي بار كتعني العكس ديال هذه، لا نيجاسيون. سي لا نيجاسيون. لا نيجاسيون ديال اي ماجور. شنو هي لا نيجاسيون ديال اي ماجور؟ اي ني با ماجور. علاش درت لكم هاد لا نيجاسيون؟ حيت انا ديجا ديفيني شنو هو ماجور، كنعرف شنو هو ماجور رياضيا. اوكي، شنو معنات ماجور قلنا؟ اولا نكتبوها نو، دونك نديروها نو. اوكي، دونك نكتبوها بحال هكا. قلنا كيلكو سوا ايبسيلون كبر من الزيرو نو. قلنا ام ناقص ايبسيلون اي ماجور، ياك هاد الشيء اللي فوق راه هو الشيء اللي تحت، راه بحال بحال. هادشي اللي ايكيفالون ديال كوا، نخلي نون ديالي. شنو معنات ام ناقص ايبسيلون اي ماجور؟ بوغ توت اكس ابارتيان لك لانتيرفال. اي بيان، بوغ توت اكس ابارتيان ا كرون اكس، لي زيليمون ديال اكس مالهم صغار او يساوي ام ناقص ايبسيلون. اوكي، نزيدو نكملو. هنا راه بالنسبه لكيلكو سوا ايبسيلون، دونك كيلكو سوا ايبسيلون بوزيتيف، بيان سور ما خصهاش يكون نيجاتيف، سينو غادي تطلع للفوق. انا بغيت ندخل المجموعه ديالي، علاه اختاريتو بوزيتيف؟ ليك تعاود هاد البارتي. اوكي بلاتي، فهمتي هاد ام ناقص ايبسيلون ني با ماجور؟ فاش كيكون ايبسيلون بوزيتيف عندي واحد الام، ياك نقصتي من واحد العدد بوزيتيف غتدخل في وسط المجموعه، راك دخلتي في وسط المجموعه. ولا دخلتي في وسط المجموعه راه ما بقاش، الا سولتك هاد ام ناقص ايبسيلون راه ما بقاش ماجور. علاش ما بقاش ماجور؟ حيت بامكانك تلقى واحد اكس اي، واحد اكس ان هنايا اللي كبر من ام ناقص ايبسيلون. سي بون، قلنا هاد ني با ماجور ما كنعرفش رياضيا، بغيت نقلبها غير نشكلها شي شويه نكتبها بشكل رياضي. شنو معنات ني با ماجور؟ هي العكس ديال ماجور، يعني هي نون ماجور. اوكي، هذا راه ايكيفالون جوج كتابات، هذه راه هي هذه. شنو كنعرف انا؟ الا كانت ام نو، ها هي نو، خليتها هنايا ام ناقص ايبسيلون ماجور. سافي ديال كوا؟ سافي ديال كو كيلكو سوا اكس كتنتمي اكس، اكس تكون توجور انفيريور و ايتيكال ام ناقص ايبسيلون. هنا راه كاين واحد النون، ما نساش واحد النون هنايا. داكو، يلا شنو هو العكس ديال كيلكو؟ دابا بغيت هذه عباره رياضيه، عندنا اليكزيست اكس ابارتيان ا كرون اكس تيل كو x supérieur x supérieur strictement à m ناقص ايبسيلون. دونك انا دابا عرفت شنو هو الانف. شنو هو الانف؟ هو الا لقيتي واحد x ابارتيان x ا غران x تيل كو x كبر من واحد m ناقص ايبسيلون. سوب زعما شنو كنعرف بون سوب. اوكي، دونك شنو معنات m ايتيغال ا سوب دو x رياضيا؟ دابا كتعني جوج ديال الحويجات، قلنا quel que soit x appartient à grand x, x il est inférieur et égal à m, ou quel que soit epsilon positif, il existe toujours un petit x qui est un mouvement idéal, tel que x malo supérieur à m moins epsilon. Et si le gnac bien est un effet d'un, un ça, l'arme bien comme un. Il est ici à m hada, le plus petit des majors, maximum no epsilon. Radigil, n'aya, il donne toujours à l'état de l'imkan que le kawad x, il existe toujours un x. تيل كو اكس كبر من ام ناقص ايبسيلون تو سامبلومون. صافا سي بون مسيو، هاد اللعيبه اللي درنا ديال موا ايبسيلون، الحاجه الوحيده اللي غادي نستافدو منها هي انه غادي نعرفوا ان ام موا هذيك ايبسيلون راه غادي تكون صغر من، زعما ما غاديش ام ما غاديش يبقى ماجور. وي هادشي ماشي عندهم حاجه اخرى. هنا راه غير بحال ديفينيت ماتيماتيكمون رياضيا شنو هو السيب دو اكس بالمات، اما شكليا يعني في الشكل راه باين شنو هو السوب، فهمنا شنو هو السوب. مي رياضيا هذا الشيء اللي كيعني رياضيا. ندوز دابا لامف نشوف واش فهمتوا هذا البروسيدور اللي درت انا هنايا. اوكي،
يلا سير نتوما دابا لاش تعليا نختاروا شي واحد. شيماء عندك الميكرو ولا دعاء؟ انت عندك مشكله سي محمد. هضر هضر سيد ام اوكي دابا كتسمع بلاتي. نمشي قلنا ناخذ عاتين واحد اكس انكلودون ار. شنو معنى لانف؟ نسميه بيتي تام تا هو نعطيه نفس السميه بيتي تام حيت سي تام مينورون. قلنا هو لو بلو كرون دي مينورون. لو بلو كرون دي مينورون هي الحاجه الاولى. دابا هاد الجمله راه هذه فيها جوج ديال الحويجات، فيها لو بليغون وفيها لي مينيون. مينيون كنعرفو اوكي وي. يلا سير دونك شو غير شويه باش نتعلمو حتى نقام ديمونطرو شي حاجه. قلنا ام مينيون دو اكس، وقلنا بان ام اي بليغون. فرقتها جوج ديال الحويجات. هادشي اي كيفاش غادي يقوى بروف كيفاش لو بلو بوتي دي مينيون؟ Le plus grand des minorons, mais c'est plus petit. Ah, le plus grand des minorons, ouais. Qui fait ça? Ah, ouais. Là, tu en as regardé d'abord l'ensemble d'elle. L'inf, on a un nocta à dire l'IA, on a un chosocier, mais on a défini ça. Qui est le chosocier de l'IA? L'IA. Ou c'est un minoron, mais c'est un minoron? Dis-le, je m'en ai dit. Dis-le, je m'en ai dit. الا بغيت نعرف واش مينور ولا ماشي مينور كنسول راسي واش هاد ا صغر من جميع لي زيليمون ديال المجموعه، واش كيتحقق هذا الشرط؟ شنو كتلاحظ هاد ا اي اكس خديتيه هنايا راه توجور كيكون صغر من ا، ا صغر منه. اذا ا راه مينور سي بون. وشنو هي لا بارتيكولاريتي ديال هاد ا؟ ما كينتميش للمجموعه، يعني ماشي هو المين. كون كان كينتمي للمجموعه غادي نقول هو المينيموم، مي هاد ا مازال ما ديفينيتو، ما كينتميش للمجموعة، دونك غادي نسميه هو سوب لانف. اوكي يعني هو لو بلي غران. هادو هما لي مينور، هادو هما لي مينور. عندك ام بريم، ام دو بريم مثلا هنايا، وهاد ام هذا، هادو كاملين دي مينور. وشنو هو البروبريتي ديالها؟ هو اكبر مينور كاين اللي هو هاد ام هذا. الا قارنتي مع هاد ام بريم وام دو بريم راه هو اكبر واحد فيهم كاين. واش مفهومة؟ وي بروف. داكور يلا دابا هادشي اللي قلنا. مينو واش معنات ام مينو غون دو اكس؟ سافي دير كوا هاد الجمله الاولى؟ سافي دير كو سوا اكس ا بارتي ان غون اكس ام قلنا انفيريور ا اكس او نكتبو اكس اللي سوبيريور ات ايغال ا ان. هادي معنات المينو. وشنو قلنا الجمله الثانيه اللي خصني نترجمها دابا؟ بلو غون اكزيست واحد ايبسيلون. بلاتي دابا تقول لي نشوف شفتو هذيك البروسيدور الاولى. دابا غادي نحاول ندخل ايبسيلون باش نعطي التعبير الرياضي. ها هي قلنا هذه المجموعه ديالي اوكي. هنايا هذا هو اللامف اللي غادي نديفين هو هذا، ولا نسميه بيتي تام. نسميه بيتي تام. يلا كيف كو سوا ايبسيلون سوبيريور زيرو، الا بغيت ندخل المجموعه شنو خصني ندير؟ واش نزيد ايبسيلون ولا نقص ايبسيلون؟ دونك نختار ناخذ هنا واحد ام زائد ايبسيلون. دونك الا زدتي ام المينورون زدتي على ايبسيلون كتدخل في وسط المجموعه، يعني بامكانك تلقى واحد اكس كي ابارتيان ا غروند اكس تيل كو كوا تيل كو اكس مالا انفيريور ا ام بلس ايبسيلون. مسيو وي عفاك بالنسبة لهاد إبسيلون واش كنديروها إلا كان دوك لي زانترفال؟ عندك مشكل في الصوت لالا صفاء؟ عندك مشكل في الصوت حاول غير تكسبي؟ واي غايب شوية غايب شوية حنا غادي لكلش. دونك دابا شنو مفهوم هاد القضية ديال الأنف؟ يعني إلا جبتي هاداك الأنف ديالك زدتي على ايبسيلون كتدخل في وسط المجموعه، يعني بامكانك تلقى واحد اكس اللي صغر من هذا، يعني هذا ام بلس ايبسيلون ما بقاش ماجور، ما بقاش مينور كما كان في الاول. الا شديتي مينور ديالك زدتي على ايبسيلون كتدخل في وسط المجموعه، يعني ما كيبقاش مينور. اوكي سي بون. وي مسيو. اوكي دونك تانا غادي ندير نفس القضيه، يعني كيلكو سوا ايبسيلون
قلنا ان با مينور يعني ام ناقص ايبسيلون ان با مينور يعني يمكن نكتبها على هذا الشكل هي نون ام زائد ايبسيلون مينور ياك هذه العكس ديال ان با مينور سي بون يعني نون وشنو هي ام زائد ايبسيلون مينور سافي دير كيل كو سو اكس ابارتيان ا غرانت اكس 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 تام سوبيريور و ديغا ام بلس ايبسيلون شي بليكيفالونس وشنو هي العباره اللي لك عطيتك عطاني النفي ديالها كيل كو سو اكس تولي ان اكزيست واحد اكس ابارتيان ا غرانت اكس تيل كو اكس انفيريور ام بلس ايبسيلون ايبسيلون دونك هذه هي معنات l'inf donc je mets un inf de x ça veut dire on peut dire ça veut dire quel que soit x appartient à grand x gna x ou le haja il est supérieur à m égal ou je n'ai le haja de tani il est démontré de tabernet quel que soit epsilon positif il existe ou x qui appartient à grand x tel que x mais là inférieur à m plus epsilon il est démontré de tani. C'est bon? C'est la définition mathématique de l'inf ou sup. Monsieur, je vais vous dire. OK دابا غير واش فهمنا ماجورون مينورون سوب لامف الماكس والمين هاد سته د الحويجات وي ميسيو وي ميسيو وي بروف داكور OK شنو OK دونك في المات فاش كنديفين واحد الحاجه ديما كنطرح جوج ديال لي كيسيون واش هذيك الحاجه اللي ديفينيتي واش الي يونيك واش كاين غير وحده ولا كاين بزاف أو لا بعدا واش اللي اكزيست اوكي دونك ديما كنطرح جوج ديال لي كيسيون لونيسيتي و ليكزيستانس اوكي دونك كنحط تيوريم دونك نكتب لكم تيوريم نيشان يعني انت نحتاجو هذاك هاد الابسيلون امتى غادي نحتاجو ابسيلون شي بعد المرات يقدر يعطيك واحد الاخر يقول بلي بان هذا اي تنف دونك كندخل للتمانات نشوفوا كيفاش كيتحطوا هذا ما نسبقوش الاحداث اوكي دونك دابا غادي نفهم لا ديفينيسيون ابري تمارن نخدم غير شويه ديال التمارين غادي نضبط هذا الشيء المهم غير ديفينيسيون خاصها تكون عندي مفهومه وكي درت وصلت لهاد ديفينيسيون هذه حيت هذه راه بروسيدور قليل اللي كيديرها في الاخر كاين اللي كيتخني شي كيحط لك لونسومبل ها المينيموم ها السوبيريور ما كيعطيكش ديفينيسيون فورمال سي بون دونك كيما قلت لكم نبدا بالتيوريم إذا كان عندك x inclus dans R OK يعني c'est un sous-ensemble et si x بعد غادي ندمونطرها et si x il admet un sup alors مال هذاك sup alors ce sup est unique unique كاين غير واحد ما كاينش بزاف ديال لي sup الماجور والمينور كاين بزاف ولا كاين غير واحد تاهم مسيو لا une infinité كاين بزاف ديال لي ماجورون كاين بزاف ديال لي مينورون ماشي بالضروره يكون واحد باغ كونطخ لو سوب ولا كاين غير واحد دونك نفس القضيه ايدم دونك ايدم بوغ لانف حتى هو كاين غير ان فواحد نديرو لا ديمونستراسيون ديمونستراسيون معقداش تفهموها مزيان اوكي بالنسبه لهاد لي ديمونستراسيون فاش بغيت ديمونطري شي حاجه اللي اونيك ديما كتبع هاد لا بروسيدور هادي ما كاينش شي حاجه واحده اخرى كتسيبوزي بان ما كاينش اونيك يعني كاينين جوج وفي الاخر خاصك تلقى عاوتاني شي كونتراديكسيون ولا تبين بان راه دوك جوج اون فيت راه متساوي سي بون دونك اي حاجه في المات كامل قال لك بين بان الي اونيك كتسيبوزي بان ماشي اونيك يعني كاين جوج ديال الحويجات سافي دير ني با اونيك سي بون وكديمونطري بان دوك جوج ديال الحويجات متساويين تو سامبلو دونك هادي هي الاستراتيجيه اللي بقا نخدم يلا سير دونك سي M et M prime sont deux sup de x. Donc, je nous gna. Il est qu'un objet biom sup. Ça veut dire objet biom. Ça veut dire M et M prime sont
majorant. Après, tu as la définition de cycle. C'est micro majorant. Sont des majorants. D'accord. Il y a l'angile, non? Ouh, vite. M, je nous connais M est un sub. M est un sub, ça veut dire quoi? Donc, c'est le plus petit. Des majorants. À d'autres, ça veut dire sub. OK? Ça veut dire que M il est inférieur à M'. هذا من بلي بوسي دي ماجورون يعني هاد ام خصو يكون صغر من جميع لي ماجورون اللي كاينين انكلي هاد ام ام بريم اللي هضرت عليه الفوق اوكي وشنو معنات ام بريم اي تا ماجورون حتى هي نفس القضيه شنو معنات ام بريم اي تا سوب اي تا سوب دونك سي لو بلي بوسي دي ماجورون سا فيدير كوا لو بلي بوسي ماجورون سا فيدير ام بريم خصو يكون انفيريور لجميع لي ماجورون انكلي هاد ام هذا اللي هضرت عليه الفوق وفوقاش يكون عندي ام انفيرور تيغال ام بريم و ام بريم تيغال انفيرور تيغال ام فوقاش بحال هذه تكون عندي الكونديسيون هي الا كانت ام تيغال دونك ام مالو لو سوب مالو الي كاين غير سوب واحد ما كاينش بزاف اونيك كيما قلت لكم ديما تبقى هاد لا بروسيدور هاد استراتيجي فاش يقول لك ديمونطري هي تيغريم ديال ليكزيستون ديال لونيسيتي مسيو جي با كومبري هاد لا ديمونستراسيون بلاتي غنمشيو غير بشويه نفترض اول حاجه غادي نفترض بان لو سوب فيه جوج عندي جوج ديال لي سوب معليش غير واحد ياك يعني ام ايتان سوب دو اكس و ام بريم حتى هو سي تان سوب دو اكس نفترض بان عندي جوج ديال لي سوب ولا ثلاثه ولا اربعه اللي بغيتي انا نفترض غير جوج بارك عليا يلا شنو معنات ام ايتان سوب شنو قلنا ام ايتان سوب سافو ديال كوا اللي هضرنا عليها الفوق قلنا هو لو بلي بوزي ديال جميع لي ماجور ولي ماجور اللي عندي يعني ام الى تنفيرات ايكال جميع لي ماجور انكلي هاد ام بريم هذا حتى هذا سي تا ماجور دونك تا ام خصو يكون صغر منه مفهوم وي مسيو ندوز دابا الام بريم ام بريم تاو سي تان سوب دونك تاو خصو يكون لو بلي بيتي دي ماجور يعني ام بريم خصو يكون جيم انفيريور او ايكال جميع لي ماجور اللي كاينين انكلي هاد ام هذا اللي ديك نيت الفوق صافي جي كومبري دونك هنا عندي جوج ديال الحويجات فوقاش غادي تكونوا متوافقين بيناتهم هي الا كانت ام ايغال ام بريم يعني لو سوب الي كان غير سوب واحد ما كاينش بزاف وي وي جي كومبري داك وي اوف اها واش لو سوب شنو الفرق بين سوب وماكس الماكس قلنا خصو يكون كينتمي للمجموعه ديالك لو سوب ما كينتميش للمجموعه ديالك هذا هو الفرق الكبير داكور اوكي اوكي دونك ندير واحد التيوريم حتى هي مهم بقات نوقفوا عليها بزاف دونك انا راه درت لكم ولكن يقدر يكون يقدر يكون الماكس هو الماجورون ويقدر يكون حتى هو السوب او ميم طون الا كان الانترفال الا كان فيرمي الا كان يقدر بحال مثلا الا كان الانترفال فيرمي مثلا عندنا ان انترفال ا وي الا كان الانترفال فيرمي ما هضرش كاع على السوب ولا علاش ما ديفينيتيش في السيب ولا في الانترفال فيرمي يعني ما عندوش عنده لا ديك الساعه كيكون ايغال كيكون هو الماكس وهو الماجورون سوبر مثلا الا كان الانترفال اوفر هكا شنو هما لي ماجورون ديال هذا الانترفال هما هاد الاعداد كاملين انكلي هاد النقطه هذه راه هو الماكس نيت هو الماكس هذا هو الماكس دو اكس اوكي هو لو بلي بوسي دي ماجور وكينتمي للمجموعه ديالك وي الوغ دابا المشكل كيكون غير ملي كيكون لانترفال اوفر وي انا نديرو دي زيكزامبل دي زيكزامبل باش تفهم باش جو بونس اكزرسيس ما عرفتش واش وجدت دي زيكزرسيس في هاد لابارتي جو بونس با درت غير وي كاينه جو بونس كاينين دونك غنسالي لي تيوريم باش نحيدو علينا هاد لابارتي ديال الكور دونك الا كان اكس ادمي ان سوب شنو كنقول على المجموعه ديالي اكس الي ماجوري ايكيفالون ديال كو اكس الي ماجوري و الا كان اكس ادمي ان اف كنقول بان اكس الي مينور اوكي
مازال ما هضرتش على لي زانفيني دونك دابا لحد الان اللي كنهضر على المجموعات اللي هما بورن اما الا كانت انفيني شنو غادي ندير اوكي دونك نحط واحد الانترفال ايماجيني مثلا عندك واحد الانترفال ا حتى لانفيني اوكي الا سولتك واش هاد الانترفال عنده ا ماجورون واش عنده الى دمي ا ماجورون لا ما عندك حتى شي ماجور ما كاينش حيت مشيتي لانفيني ما كاينش شي ماجور فوق لانفيني اوكي دونك كنقول بان هنا ما عنديش با با دو ماجور الا كانت اكس هي ا ولكن عنده مينور مي كناخذ واحد لا كونفونسيون دونك هادي غير بار كونفونسيون على اتفقنا بار كونفونسيون كنوطي بان السوب ديال هاد اكس هذا كنوطي هو بلس l'infini. Ok, adhéré par convention. Rétarco et notre sup ou plus l'infini. Il y a quand x a aussi une différence d'ensemble vide, mais chez vide. Donc, dans la notation, donc, notre exemple est à l'heure. Nardo, l'intervalle, j'ai le titanium. Donc, moins l'infini, c'est le warda. Donc, imaginez, on a dit moins l'infini, c'est le warda. دونك شنو هي البروبريتي هنا هنايا عندي ما عندي حتى مينور ياك با دو مينور داكو دونك فاش يكون لانترفال انفيني خصنا نحضر شوف ضروري ديما يكون ماجور او مينور يقدر ما يكونش وهنايا غادي نوطي لانف دونك بار كونفونسيون عتينا غادي نوطي لانف دو اكس هو موان انفي دونك ندير غير واحد لا كونكليزيون سدو مع هادشي دونك دابا فهمنا واحد سته ديال المفاهيم دونك ندير غير واحد لا كونكليزيون انترفال غادي نتلو فيه كلشي اوكي دونك ايماجيني عندي قلنا واحد اكس يلا شنو قلنا هاد النقطة هادي اللي هي بي شنو سميتها سوب دو اكس هاد النقط هادو اللي عندي هنايا كاملين شنو سميتهم لي ماجورون دو اكس هاد النقط اللي عندي لتحتها كاملين سميناهم دو اكس لي مينورون دو اكس وهاد النقطة اللي بارتيكولير شنو قلنا سميتها لانف دو اكس كذا ما عندوش ماكس ومين وي ماكس ومين ديفينيسيا فاش كتكون اوفر اوكي دونك دونك راه فهمتو الماكس ومين فاش كتكون هاد الانترفال فيرمي سيور يعني خصو يكون كتامل لونسومبل داكوغ ندير واحد ليكزومبل واحد ليكزيرسيس بلوتو يلا سير ناخذ نشوفو نورمالمون هاد التمام كيعطيني كيقول لي واحد لونسومبل ا مثلا واحد ا كتساوي واحد ناقص واحد على ان تلكو ان ابارتيان ان ايطوال وكيقول لي جبد ليا دونك هادي بحال اللي قلتي واحد لا سويت واحد ناقص واحد على ان كيقول لي جبد ليا المين والماكس اكسيتيرا اكسيتيرا دونك نحاول نمثل هذه باش تفهموها حتى نعطي واحد التمثيل اوكي نبداو بالواحد دونك اي ديال واحد شنو هي اي ديال واحد دونك انا عندي الزيرو مثلا هنا عندي الواحد شنو هي اي واحد هي واحد ناقص واحد هي هاد البوان هادي هي النقطه هادي حيت لا سويت راه نقط ماشي فونكسيون ماشي بحال لي فونكسيون كونتينيو الا عطيتي الان تيغال 2 تجيني واحد ناقص واحد على جوج هي هاد النقطه واحد على جوج عطيتي الان انتغرال 3 تجيك واحد ناقص واحد على 3 دونك غتبقى تقرب شويه بشويه دونك الا بغيت نجيني هكا انت كتقسم الانترفال اوكي دونك هادو هما لي تيرم ديال لا سويت ليستون فيغ باش نزيد غير حالي اها يلا نبدا بالمين نشوف واش فهمتو نبدا بالمين شنو هو المينيموم
ديال هذا لونسومبل هو زيرو. هو هذا الزيرو هذا علاش الزيرو؟ حيت قلنا الزيرو مالو بلي غون بلي غون دي زليمون ديال وفي نفس الوقت كينتمي ل ا. راه الزيرو كينتمي ل ا. هيبة عندك مشكل في الصوص مسيو سي ان ايتوال ان ايتوال الا كانت لا انا كنهضر على على يو ان يو ان الا عطيتي الاي واحد شحال هي اي واحد غاتجيك واحد ناقص واحد اللي هي زيرو. اه وي صافي اوكي ماشي ما كنهضرش على الان كنهضر على يو ان على لا سي بون وي داكو. دونك انا خديت غير اليمون واحد يعني اي واحد دونك هنايا لا تيم تو غير بشير بينت بان اي واحد اللي هي زيرو وقلنا زيرو الى بارتينا ا. انا بغيت بالنسبه لنمبورت كيل يو ان اوكي دونك يو ان الى خديتي يو ان شنو هي يو ان قلنا هي واحد ناقص واحد على ان خصني نبينها حتى هي توجور كبر من الصفر سي بون. هاد واحد ناقص واحد على يو ان واحد ناقص واحد على ان واش باينه تريفيال راه كبر من الصفر ولا خصها شي ديمونستراسيون راه توجور اه توجور كبر من الصفر حيت ان سواء ان ابارتينا على طوال اوكي دونك بور تو بور تو ان ابارتينا ان ايطوال هذا راه لا كونديسيون توجور محق اذا الزيرو ايتا مينيموم. دونك هذه كتقول لي بان الزيرو راه سي لو هو مينورون. هاد لا كونديسيون هذه كتقول لي بان الزيرو هو مينورون بما ان الزيرو كينتمي ل ا دونك الزيرو سي تان مينيموم صافي. يلا صوبوا لي جبدوا لي الماكس سي لو ماكسيموم نيكزيست با. Oui, monsieur Maki. Ah. Ok, donc très bien. Donc A n'a pas de plus grand élément. On a un plus grand élément. C'est la suite, il y a deux qui se rapprochent de l'ouest. Je ne sais pas si c'est l'ouest. Ok. Un second infini, monsieur, il va être exact. Blati. Je ne sais pas. Ouest n'a pas de l'élément, il est toujours en faire voir. Donc, je suis en train de dire, je suis en train de dire, donc supposons. Je rêve, je supposons qu'il existe, un plus grand élément, donc qu'il y a un plus grand élément. Alpha, tel que alpha est égal au maximum, le maximum d'IRA. Je nous donne la propriété de alpha. À partir de là, les éléments de la suite de UN, radicaux. Toujours inférieur ou égal l'attaque le maximum. Un toujours inférieur ou l'attaque le maximum. Ou égal, bien sûr. Et là, c'est ça veut dire que ouah naqis ouah la n, il est toujours inférieur à alpha. D'abord, il aime cette l plus l'infini. Donc, sur n tend vers plus l'infini, cela implique quoi? 1 sur l'infini égale à 1. Ça veut dire que alpha, il est supérieur, est égal à 1. Il y a une zine 1 naqis 0, à 1 sur 1 alpha, ça veut dire alpha, kbar ma 1 sur 1. C'est d'un mot. C'est majeur. Monsieur, علاش قلبنا الترتيب؟ عمر غتكون كبر من وين؟ الترتيب غير باش نبين لك بان هذا راه ماشي ماكسيموم بلاتي. ها مازال ما كملتش الديمونستراسيون. شنو قلنا على الفا؟ الفا اي لو بلو كرون اي لو بلو كرون اليمون دو ا ياك. هذا هو الماكس لو بلو كرون اليمون دو ا. الوغ الفا مالو خصو قلنا باش يكون مينيموم ماكسيموم خصو يكون اول حاجه خصو ينتمي ل ا لو بلي غون دي زيليمون دو ا وفي نفس الوقت خصو ينتمي ل ا. شنو معنات الفا كينتمي ل ا؟ حنا نمشيو غير بشويه سا فو دير عاوتاني دونك إل إكزيست واحد ان زيرو تيل كو يو ان زيرو
est égal à alpha. كاين واحد لوغون كاين واحد ان0 تيكو ان0 كتساوي الالفا هذه معناتها كتنتمي لها يعني كاين واحد ان0 ان0 اللي كيخلي هذه العلاقه هذه يعني الفا واحد ناقص واحد على ان كتساوي الفا واحد ناقص واحد على ان0 كتساوي الفا مفهوم هذه نتبع معايا في الديمونستراسيون وي يلا سير دونك كاين واحد ان0 تيكو قلنا ان0 كتساوي الفا وشنو هو المشكل اللي عندي هنايا الا كان واحد الا كانت الفا يو ان 0 كتساوي الفا صافي ديال الفا يمكن نكتبها على هذا الشكل 1 على ان 0 حيت كتنتمي ل لي سويت اللي كينتميو ل ا خصهم يحققوا لي هاد لا كونديسيون جميع يعني خص يو ان تكون ان فيها هي ايكال ا 1 ياك فين مالي سويت لا شنو كنقول خصها تكون كتكتب على هذا الشكل 1 على ان يعني الفا خاصها تكون كتكتب على هذا الشكل الفا كتساوي 1 ناقص 1 على ان 0 ولا 1 على ان هاد لاسويت عمرها غتكون كبر من 1 هادشي اللي بغيت نوصل اذا شنو كنلاحظ الا كانت الفا كتكتب على هذا 1 ناقص 1 على ان 0 1 على 1 ناقص 1 على ان 0 مالو اي توجور ان فيها 1 وشنو عندي هنا عندي مشكل قلنا بان الفا انفيريور ستريكت ا 1 وقلنا بان الفا لو سوبيريور اي ايكال ا 1 باش تكون ماكسيموم دونك هنا هذه هي لا كونتراديكسيون اذا كونتراديكسيون سا فو دير ليبوتيز ديال ديبار يعني هذه هي ليبوتيز ديال ديبار اللي فوس كونتراديكسيون دونك ا نا با دو غران اليمون سي بون فهمتوا هادي مسيو ما فهمتش غير علاش قلنا بلي الفا راه سوبيريور او ايغال ا 1 دابا كانت عندنا ا آه موان 1 سوبر ان بلاتي غير شويه ايغال الفا بلاتي نمشي لي بوتيز نمشي لي بوتيز ديال ديبار ياك قلنا الفا هو الماكسيموم دو ا شنو معنات ان ماكسيموم دو ا سافو دير تو لي زيليمون او ان اللي هما واحد ناقص واحد على ان خصو يكونوا صغار من هذاك الماكسيموم اللي هو الفا كاين ولا ما كاينش وي مسيو الا عوضتي ان بالقيمه ديالها سالي ديال واحد ناقص واحد على ان خصها هي تكون ان فيها ايكال الفا الا خديت واحد ان كبير بزاف خديت ان كبير بزاف كنلقى بان الفا لو سوبيريور ايكال 1 كيما بغيت نصدق انا خصو يكون كبير بزاف اوكي دونك هذه هي الحاجه الاولى هذه والحاجه الثانيه ديمونطريز بان الفا الى انفيريور ستريكت 1 Donc alpha ne peut pas être supérieur égal à 1 ou inférieur à 1. Donc on a une contradiction. Ça veut dire que l'hypothèse de l'hypothèse est fausse, mais elle est fausse. Ça veut dire que A n'a pas de grand, mais on a un grand élément, mais on a un maximum. Monsieur, vous avez dit que alpha est plus grand élément, mais il y a un autre. Alpha est plus grand élément, ok. Donc on a dit que A, il y a un alpha max. Ça veut dire que alpha est le plus grand élément de A. متفقين وفي نفس الوقت يكون كينتمي ل ا اصلا باش يكون بلو غران اليمون ديال لونسومبل خصو يكون كينتمي لهذيك لونسومبل داكور داكور يلا سافي دير كوا شكون الدري الصغير اللي طلع واحد دقيقة اوكي هذاك اللي عاد دخل دابا خرج اللي عنده السمية ديالو ولا راه مازال هنايا المرة تكون شي دراري صغار اوكي ماشي باش كنقول لك حاولوا تدخلوا بالسميات ديالكم باش هكا كل واحد كنكون عارفينو سي بون دونك حاولوا تخلوا لي غير في كومونتير
اللي ما فهمتيش شي حاجه. ايمان اوكي بس واخا تعاودها لي هذيك دونك اي ليكزيست من داك ستار داكور. اوكي واحد دقيقه non créé non parasite c'est bon je me dis Iman tu as la corde avant celle qu'on enregistre les soules je me laisse soulti il a démon il a parti من TE plus grand élément de حتى الاخر اوكي يلا دكتور الفريق في هون اوكي دونك فهمتوا دابا قلنا بان ان سيبوزير نفترض بان كاين لو ماكس عقلتوا على التعريف ديال لو ماكس لو ماكس قلنا هو واحد ليليمون كينتمي لونسومبل ديالي هو اكبر واحد فيهم هو الكبير هو الخوم الكبير داكور سافي دير جميع لي زيليمون ديال هذيك لونسومبل ديالك اللي هما يو ان في هذه الحاله ديالي خصهم يكونوا انفيريور لو ماكس اللي هو الفا ولي زيليمون ديال لونسومبل ديالي اللي هما يو ان كيتكتبوا على هذا الشكل هو واحد ناقص واحد على ان ياك عقلتوا عليهم هو واحد ناقص واحد على ان خصهم يكونوا كامل اصغر من واحد الفا انا ديت الان اللي تقال للانفيني الا مشات الا خديت ليكستريم لو اكستريم هي الا مشات ان للانفيني دونك شنو كنلاحظ كنلاحظ بان الفا غادي تكون كبر عم تساوي صفر كبر عم تساوي واحد دونك هذا غادي نخليها نكارديها الا نرجع عاوتاني للتعريف ديال لو ماكسيموم قلنا بان الفا اي لو بلي غون ايليمون دي دو ا وقلنا سافيتيغ كو الفا الا بارتينا ا هذا هو التعريف ديال الماكسيموم الا كانت الفا كتنتمي ل ا سافيتيغ كو سافيتيغ بامكانك تلقى واحد ان زيرو واحد ان زيرو تيل كو الفا ايتيكال واحد ناقص واحد على ان هادو هما لي زيليمون كينتميو ل ا كيتكتبوا على هذا الشكل هذا داكور بروف هذاك ان زيرو ما عليه حتى شي كونديسيون لا هذا غير بحال قلتي واحد لورون تلكو الفا كتكتب على شكل واحد ناقص واحد على ان زيرو ولا سميه ان ولا سميه ان انا سميتو ان زيرو باش ما يتخلطش مع ان اللي كاين فوق يعني بالعربيه اللي بغيت نقول لكم بان الفا خصها تكون كتكتب على شكل واحد ناقص واحد على ان هذا هادو هما لي زيليمون ديال ا لي زيليمون ديال ا كيتكتبوا على شكل واحد ناقص واحد على ان اون داكور ياك وي مسيو اها سافي ديركو الفا اي ديكالو وشنو بينت انا قلت بان الفا الا كانت الفا كتكتب على شكل واحد ناقص واحد على ان زيرو وواحد على واحد ناقص ان زيرو مالها اللي توجور انفيريور ان كيلكو سوا ان زيرو كيما بغات تكون هذيك ان زيرو اللي اختاريتي هاد العدد هذا راه توجور انفيريور ان وانا كيفاش في الاول قلت بان الفا سوبيريور ديكال ان ولقيت بان الفا لي انفيريور ستريكتومون ان سافي دير عندي ان كونتراديكسيون كونتراديكسيون سافي دير لي بوتيز ديال ديبار اللي فوس سافي دير الفا ني با ماكسيموم دو سافي دير كو ا لا دمي با ماكسيموم ما عندش ان غون اليمون سي بون دونك هادشي راه نورمال ما تفهموش في الاول كما قلت لكم خصكم تعاودوا كاين اللي عيا كاين اللي حط السلاح سي ممكن تعطينا شي سيري التمارين دخلنا في ثلاثه السوايع اوكي بعدا واش ثلاثه السوايع واش ركزتوا فيها بزاف شويه حيت ماشي بحال الميكانيك الميكانيك ضربنا الساعه وكل شيء ناس لي هنا ما عرفتش بقيتوا مركزين هنا شويه صراحه ماشي شويه انا هي كاع هو راه ثلاثه السوايع اوكي ماشي مزيان ولكن شويه عين هو مزيان بعدا بقيتو مركزين حتى لهنا ثلاثه السوايع راه ديجا بين